سيد المسرح المصري الحديث، الفنان المثقف، الأستاذ والمعلم، الفنان الكبير محمد صبحي. مسيرة مشرفة، 50 سنة فن، مشوار نقف تعظيم سلام لهذا المشوار. نجوم اتخرجت من مسرحه، أبدع مع نجوم كبار. النهاردة بيجتمع كل محبيه وكل النجوم اللي اشتغلت معاه، كل تلاميذه وكل أساتذته. النهاردة في المسيرة 50 لمحمد صبحي هنكون معاه احتفالية خاصة جدا، احتفالية بشكل جديد، احتفالية بروح الفنان، احتفالية مسرحية ثقافية فنية مليئة بالمفاجآت. عيشوا معايا ريد كاربت جديد واحتفال جديد مع الأستاذ الفنان المثقف الكبير محمد صبحي حصريا على المحور. أنا ليه بحتفل بمرور 50 سنة على مسيرتي الفنية؟ مش عشان أحتفل بما قدمته، ولكن الحقيقة جات لي فكرة أستعرض إزاي ال50 سنة اللي عدوا دول بما فيهم من إبداع مش خاص بي، إبداع خاص بكل اللي شاركوا في هذه المسيرة، كل زملائي الفنانين، النجوم اللي كنت لسه بحبي وبطلع، اللي وقفوا جنبي بكرمهم، بكرم كل فنان اشترك معايا او انا وقفت قدامه في عمل فني، سواء مسرح او سينما او تلفزيون. اقول شكرا لكل زمايلي اللي ابدعوا في هذه المسيرة وتفوقوا، لان مفيش حد ابدا بيبني مسيرته او ابداعه لوحده، لا، ده عمل فني من أرقى الأعمال الإبداعية. الفن هو السمو، سمو بالنفس، بالروح، بالعقل، بالوجدان. أنا النهاردة بقول شكرا لكل زمايلي، بقول شكرا لأعمال كتير أنا بشوفها النهاردة لكتير رحلوا عن عالمنا ولكن بقيت أعمالهم. احتفالية 50 سنة فن هي رد الجميل لكل اللي وقف جنبي. 50 سنة فن احتفالية بقول فيها شكرا لكل اللي اشتركوا في هذه المسيرة. محمد صبحي عمل كتير للمسرح، ويكفي انه بنى مسرح. مفيش حد بنى مسرح في مصر من الفنانين الا محمد صبحي. قال لا يا احمد، انت تروح تخلص جيشك، انا ما اقدر، ما ارضاش ان انت تتعرض لاذى او تتعب، ومكانك في الفرقه محفوظ. وفعلا انا خلصت جيشي من هنا، طلعت من الجيش على الفرقه، ما كانش ليا ادوار، اشتغلت معاه كراقص، وبعد كده بقى توالت الشغل معاه. والله الواحد سعيد جدا لان الاستاذ جمع الناس كلها، ويعني وشفنا بعض وفكرنا بزمان وايام الحلوه كلها، فيشكر لان هو بنى عماره زي ما بيقول. وبنى العماره اللي هو عملها دي كانت بينا احنا كلنا. ده تكريم غير اي تكريم، غير كل الحفلات اللي بتتعمل وغير التكريمات، يعني له طعم خاص. شفنا حبايبنا وزمايلنا وفنانين كتير كانوا وحشني وشفتهم، وسعدت جدا بهذا التكريم، ومفروض بصراحة احنا اللي نعمل تكريم لمحمد صبحي. يعني من خلال اعماله دايما تلاقي كلمة وتلاقي رسالة وقيمة دايما كده. الأستاذ الفنان صبحي مبهورة باللي هو عامله، وفرحانة بقد ايه هو عامل حاجة مختلفة، وده بيدل على قد ايه هو انسان، وقد ايه مشاعره راقية، وقد ايه بيحترم الفن. وبجد اي حد اشتغل مع أستاذ صبحي ده بيبقى اضافة للفنان نفسه. مشوار رائع في المسرح، واول طلة ليا على التلفزيون المصري كانت من خلاله، هو اللي كان رشحني في سنبل بعد المليون. ليه الفخر ان انا عاصرت هذا الفنان وتأثرت بيه في حياتي وفي مشواري الفني بشكل كبير جدا. والحقيقة النهاردة اليوم في حد ذاته والفكرة نفسها الحقيقة شيء قائم جدا، ويعني محترم لنا جميعا كفنانين. النهاردة الحقيقة التكريم
50 سنة فن كان بيتكلم على حقبة في التاريخ المصري الفن والثقافة كانت علامة بارزة في تشكيل وجدان المصريين. بيتكلم على الستينات، عن السبعينات، عن الثمانينات، عن التسعينات، كان في فطاحل في كل مناحي الثقافة. ثقافة ما هيش فقط أدب، ثقافة ثقافة سمعية تعتمد على موسيقى جميلة كانت أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وليلى مراد وفريد الأطرش نجاة الصغيرة، كل دي كانت في فترة فيها ثراء جامد جدا جدا حتى في الثقافة السمعية اللي بتشن في الأذان. الثقافة البصرية، الفنانين الكبار صلاح طاهر، الفنانين النحاتين اللي كانوا بيعملوا حاجات جميلة. فالثقافة مش ثقافة بصرية وثقافة سمعية، وقبل هذا وبعد هذا أيضا الثقافة المعرفية بقى اللي هي بتعتمد على الثقافة العامة. كل بلد مشهورة بحاجة فيها، لما تيجي تقولي ألمانيا تروحي على طول لإيه؟ لصناعات ثقيلة، لما تقولي اليابان تروحي على طول للصناعات الإلكترونية، لما تيجي تقولي مصر لازم تروحي للثقافة والحضارة. أمة لها حضارة ولها ثقافتها. القوى الناعمة، المسرح والغنوة والشعر والأدب، هي دي القوى الناعمة اللي بتشكل الثقافة لهذه الأمة. وطول عمر مصر كانت ليها ريادة وستظل لها ريادة لأن المبدعين في مصر كثر، لكن الإبداع ليه مناخ، لابد أن نحقق لهذا الإبداع مناخه حتى تنمو الكفاءات الاقتصادية. ولذلك هنبدأ في المرحلة الجاية في قناة المحور إن شاء الله مسابقات مالية مجزية للثقافة الشعرية وللشعر العامي وللإنشاد الديني ولحفظ القرآن، وأيضا قبل هذا وبعد هذا للفنون المختلفة التانية اللي هي التمثيل والأداء الإعلامي. يعني حضرتك دايما ليك دور في هذا المجال، وخاصة من خلال مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار، وهي أحد رعاة الحفلة النهاردة. هو طبعا أنا بعتقد أن الثقافة ما هيش نوع من الرفاه الفكرية، ثقافة ضرورة مهمة جدا جدا علشان نعيد صياغة حركة المجتمع، لا سيما في نهضة الآن بتبدأ الأمة يعني تعيش مرحلة جديدة في حياتها، تنطلق انطلاقة جديدة على مستوى المعمار وعلى مستوى العلاقة المختلة بين المكان والسكان. لكن لابد أيضا بنفس الدرجة اللي على مستوى العلاقة المختلة بين المكان والسكان وإنشاء مدن جديدة وإنشاء كباري وإنشاء طرق انفراستراكشر جامد جدا جدا، لابد أيضا تكون بنفس الطريقة على مستوى التنمية البشرية، لأن البشر هو اللي حينمي والبشر هو اللي حيعيد صياغة التاريخ والحياة. وإحنا الحقيقة نحيي من هذا المكان وفي 50 سنة نحيي عودة مصر مع 30 يونيو إلى حظيرة الثقافة مرة أخرى وحظيرة التنمية مرة أخرى بعد أن خطفت ردح من الزمان فيما يطلق عليه بالربيع العربي. لكن الحقيقة الحمد لله أن عادت مصر من لا دولة إلى الدولة، بينما لم تعود دول كثيرة زي ليبيا وزي العراق وزي سوريا. وأيضا يعني احنا شفنا اليمن اللي بيحصل فيها وكل حاجة. فأنا بعتقد أن الحمد لله نحن نسير في طريق التنمية والنماء وطريق التطور، وينبغي أن نسير بنفس المعدلات في طريق التنمية البشرية، والتنمية البشرية لا تأتي إلا من الثقافة والفن. حاسس أن أنا مش جاي بتكرم أو بشوف زملاء ليا، أنا حاسس أنا جاي أشوف عيلتي، إن إحنا تقريبا كنا عيلة واحدة في مسلسلات اللي عملناها مع بعض، سواء رجل غني فقير جدا او انا وهؤلاء او ملح الارض، تاريخ وذكريات فلما بيجي بقى التكريم منه وهو من يوم ما وعينا على الفن كده، وهو يعني أسطورة حقيقي، كان سابقني في التخرج، بس يعني عامل هو النهاردة تظاهرة كده فيها حب وفيها ود وفيها دفء وفيها امتنان وفيها صداقة وفيها ذكريات، يعني حاجات كتيرة حلوة جدا جدا يمكن ما كانش تخطر على بال حد تاني غير الصبحي. يعني رحلة كفاح عمره، حلمه الكبير، انا بقول له يا رب يا استاذ صبحي ربنا يديك الصحه وطولة العمر وما تبطلش مسرح. المكان ده ما هوش له تمن، لان ده حلم هو حلم بيه وتحقق، وفعلا لازم كل الدنيا تقف وراه. كبيره قوي ان استاذ صبحي هو اللي يكرمنا،
لان هو يستاهل مننا ان احنا اللي نقول له شكرا، لان هو استاذنا كلنا، عمل اعمال علامات في الدراما، علامه في الوطن العربي. فنان محمد صبحي فنان عظيم ومسرحجي من الدرجه الاولى، واستاذ معلم بجد بيدي خبره من قلبه. الواحد اتكرم كتير عن مجموعه فانيس الثمان اجزاء. احلى وافخم تكريم بالنسبه لي هو بتاع الأستاذ محمد صبحي. الفنان محمد صبحي فنان كبير، فنان له مدرسة خاصة، الحقيقة اتعلم على إيده أجيال. النهاردة بنحتفل بـ50 سنة من فن راقي، فن هادف يفخر به كل مصري. من هنا من مدينة سنبل، مدينة الفن اللي بناها محمد صبحي، مدينة كبيرة النهاردة جمع حشد كبير من الفنانين والفنانات، كرمهم، افتكر كل الناس اللي كانوا في حياته لهم بصمة كبيرة وبصمة واضحة. حكلنا النهاردة عن تاريخه الفني، تاريخ كبير وتاريخ مشرف، ومش 50 سنة بس، احنا بنقوله عقبال 100 سنة يا رب من التألق والفن الراقي.
من هنا بدأ التاريخ، من هنا كانت بداية رحلة الإنسان مع الفن الجميل. والفن هو الحق والعدل والخير والجمال، حضارتنا بتقول كده. بصوا على جدران المعابد وانتوا تعرفوا إن الفنون تاج الحضارة، وتحت تاج الفن آلاف الملوك، فنان وكاتب، موسيقار وشاعر ونحات، مهندسين وممثلين. ولو اتنقلنا بسرعة للعشرينات والتلاتينات والأربعينات هنلاقي القاهرة ما كانتش بتنام، بتسهر كل ليلة مع الشيخ سلامة حجازي وسيد درويش وبديعة مصابني ونجيب الريحاني وعلي الكسار ويوسف وهبي وغيرهم كتير. ما كانش الفن بس هو اللي فيه نجوم بتنور سما القاهرة، لا، كانت السما مليانة بنجوم الأدب والفكر والسياسة والعلم، وده كان الكنز اللي بعد كده نهل منه كل المبدعين والفنانين. ولو فتحنا كتاب الفن وقرينا، لا، يلزمنا آلاف الليالي. بس الليلة دي هنحكي عن الخمسين سنة الأخيرة. اسم كل اللي اتولد على الارض دي، اسم بلدي، اسم كل حد عارف ايه قيمتها، اسم جيل طالع بيحفي لحد بيتها، اسم كل المبدعين الفنانين الموهوبين المخلصين الصادقين الطامحين العابرين كل الحدود والأزمنة. احنا هنا، احنا هنا الى كل ده. مش لوحده، ابدا ابدا مش لوحده، دول سنين كتير عدوا والطبيعي اننا نكرم وجوده، بس هو اصر يكرم اللي كانوا جنبه، اللي شاركوا حلمه واللي تقسموا وده. خمسين سنة تحدي ودرس للي بعده. خمسين سنة مسرح وتلفزيون، سينما وغنى وتعليم فنون، خمسين سنة ثقافة وعلم وفن وحياة وحب لكل عمر وسن، وفنانين كانوا كمان فرسان شايلين على كتفهم حضارة ومجد ورسالة سامية لكل أهل الأرض. تحيا الحروف اللي كتبها مؤلفين على كل جدران السنين سايبين علامة، تحيا السطور، تحيا الكتب، تحيا الثقافة، هي الأمل، هي النجاة، هي السلامة. شكراً، شكراً لكل الممثلين والمخرجين، كل اللي لسه مصممين على شاشة واضحة فيها الجمال والحق والخير والمبادئ، وعشنا بيهم كل دمعة وكل فرحة. شكراً، شكرا لكل الملحنين والمطربين اللي بغناهم موجودين عايشين معانا، كل اللي صوتهم كان طريق مليان دفا، حبينا وفرحنا ومعاهم طال غنانا. شكرا لكل الرسامين ولكل ريشة قدرت تغير شكل عيشة في كل شيء. شكرا لكل من أضاف فهجة وأمل خلانا أصفى ومقرنا الطريق. شكرا، شكرا لكل النحاتين تسلم أنامل وصلت لنا الرسائل والمثال، إن الحقيقة فينا ليها شكل أفضل
اللي خلوا للحجر قيمة وجمال. شكرا شكرا لكل العلماء على مر العصور اللي اكتشفهم كان له دور دايما كبير. كل اللي عدوا كسروا اي مستحيل اللي رسالتهم الحياة تفضل بخير. الآن ندرك أننا في دائرة وأنا وأنت نطوف في محراب حب. الله مبدأنا إليه المنتهى والخير يبقى في حنايا القلب. والفن يبقى شرط أن تحترم عقلا، أن تشتعل أملا، أن تشقى، أن تعمل، أن تعطي لا تبخل. من يحترف هذا الشغف، من يقهر الأزمات، يبقى ويخلد اسمه وصفاته وحياته لا تنتهي بممات. شكرا لأصحاب الرسالة، لولا وجودهم كان زماننا في الضلال. شكرا بجد ومش كلام. شكرا لكل حد ساهم في الحياة، كل اللي زرعوا في قلوبنا الأمل، كل اللي كانوا بياخدوا إيدنا للنجاة. كتب وصور وفيسبوك واستعراض قادرين يغيروا صورة الجيل اللي جاي، قادرين يكونوا الطيب. الفن هيأثر في ذاتهم وفي كيانهم، قادر يفوقهم، قادر يصحيهم، قادر يعليهم. طول ما القلوب دي للجمال بتحن، طول ما احنا عايشين ونقدر نوصل الإحساس، تحيي الحياة طول ما فيها فن. الفن يحيي الوطن ونبقى أعظم ناس. الامتنان والاحترام وتقديري لوجودكم معايا الليله دي. الحقيقه الفنان لما بيقف على خشبه المسرح قدام جمهور عادي يحس انه وحش كاسر صعب ترويضه. ما بالكم في الليله دي واقف قدام وحوش الفن والابداع في مصر. مفيش فنان ابدا بيعمل مسيرته لوحده، لا مؤلف ولا مخرج ولا موسيقي ولا مهندس ديكور ولا ممثل ولا منتج. مفيش حد ليه فضل على التاني، انما كل دول في الفن بيكونوا مسيره فنيه. واحتفاليه 50 سنة ما هياش احتفاء ولا احتفال بمسيرتي، انما هي تكريم لكل اللي شاركوا وساهموا فيها وصنعوا معايا نجاحها وتألقها. نفسي أشكر مصر كلها، وطني اللي منحني الاحتواء وأنا قدمت له الانتماء. نفسي أكرم جمهوري، بس
المسح صغير. اللي أعدوا الاحتفالية الليلة دي وضعوا أساس للتكريم وإزاي يتم. إني أكرم باللي اتأثرت بيهم في الستينات ثم السبعينات ثم الثمانينات وهكذا. سمعك يا اللي بتوشوش اللي جنبك بتقول عايز أتكرم وأجري. شو مش واخد بالك؟ اللي هيطلع يتكرم هيستلم الجايزة ويتصور وهو نازل هياخدوها منه. لا مش هيبعوها، لا هتحط في علبتها عشان وانت خارج يوصلوها لك لغاية العربية، يعني لابس قاعد. معلش ده سيستم والإدارة وضعته ولازم نحترمه. والله أنا نفسي أنزل أحضن وأبوس واحد واحد فيكم بس للأسف ما عنديش كورونا. الحقيقة لأني ديمقراطي جدا ومعظمكم عارف الكلام ده، حتى أنتوا، لأني ديمقراطي جدا ههد كل المنظمة، لأن الليلة دي ليها تصور تاني خالص. هيا اسمحوا لي أبدأ التكريم باللي كان ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى انطلاق مسيرتي والحفاظ عليها. كانت تلميذتي سنة 71 نيفين رامز. نيفين رامز كانت تلميذتي وكانت عضوة في فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة اللي شرفت مصر كلها ولفت العالم والكرة الأرضية ما عدا الإسكيمو. الحقيقة كنت كونت فرقة استوديو الممثل سنة 70 من تلامذتي، وسنة 71 قدمت هاملت شكسبير أمام سلالم واجهة المعهد. كانت بتعمل دور أوفيليا، الفيليا اللي بتحب هاملت وهاملت بيحبها. كان في مشهد في وسط الروايه كده بنسميه مشهد التمثيليه امام الملك والملكه، كان هاملت وفيليا بيهمسوا لبعض كلام المفروض يحركوا شفايفهم ما يوصلش للصالح. جيت في ليله وهمست وقلت لها بحبك. ارتبكت واتضايقت. بعدها ثلاث اربع ليالي في نفس المكان اقول لها بحبك، ليله اقول لها بحبك قوي، في ليله اقول لها بحبك، يعني نوعت. ارتبكت اكتر. وفي ليله قلت لها بقول لك ايه، انا بحبك وانت بتحبيني وبلاش استعباط. بعد العرض جات لي وهي زعلانه في الاوضه قالت لي استاذ صبحي حضرتك بتقول كلام مش موجود في النص. وبعدين انا مش فاهمه ازاي في نص شكسبير هاملت الدنماركي يقول لأوفيليا بلاش الصعبات. قلت لا أنا مش بقول لأوفيليا، أنا بقول لك أنت يا نيفين بحبك بجد وعايز أتجوزك. بعد فترة صمت طويلة كنت بتصفى طبعا ساعتها، بصت لي قالت لي وأنا كمان، واتخطبنا. وبعد شهرين من الخطوبة قالت لي مش هينفع نكمل، وادي الدبلة وانا منسحبة وانا مش هقدر اتجوزك. ما سألتهاش ليه، بس اكتئبت وزعلت انها رفضت الجواز مني. عكس مشهد في هاملت كان العكس بالظبط. المشهد ده كان بيقول فيه ايه؟ عيني يا ابو السماوات اسمعي، خذي هذه إلا على مهر لك إذا تزوجتي. كوني طائرة تطوها الثلج نقية النقاء الجيد، فهل ينجيك ذلك عيب من أسنة الناس؟ إلى ليس. أما إذا أردت أن تتزوجي فعليك أن تتزوجي رجلا أحمق، لأن أخرى الرجال يعلمون كيف سيتحولون على أيديكن إلى خراف. الوداع. Thank you.
شواهد بيني. كان نفسي المسرحية تمتد عرضها 4-5 شهور عشان كل ليلة أقولها لا زواج بيننا لا زواج بيننا عشان أفش غلي. بس اكتشفت الحقيقة لما جت قالت لي أنا رفضت أكمل لأني كنت بقرأ قصة إنجليزي اسمها زواج النص بالنص. اكتئبت وخفت عليك يبقى مصيرك زي مصير البطل. الجواز يأخرك عن حلمك وطموحك وأنت مجنون بفنك وعندك أحلام كتيرة. فضلت اني ابعد، خدت فتره صمت، سبلت تسبلتين، سبلتها بكلمتين، سلمت واتجوزت. كانت الحياه في الاول صعبه. اشتغلت معايا ممثله في ادوار كتير معايا في مسيرتي، بس كانت مخرج مساعد في معظم اعمالي، وكانت كمان هي اللي بتكتب الديالوج لما اكتبه بالقلم او يكتب بالقلم، هي تكتبه على الكمبيوتر واخد رد فعلها. الحقيقه استمر جوازنا 45 سنه، بنينا اسره جميله. بقالنا ابناء واحفاد يشرفوا، لغايه لما رحلت في سنه 2016. كان مصر وقتها في 2012 بيسيطر عليها الخلايا السرطانية اللي عايزة تسرق وطن، وزوجتي كان بيسيطر عليها الخلايا السرطانية. رحلة عذاب، ولكن بعد ما رحلت الحقيقة فهمت هي ليه ضحت، لأن كان في بيننا احترام بيني وبينها. وعشان كده كتبت في المسرحية الأخيرة الحوار اللي قلته لها قبل ما نتجوز. إذا كانت المرأة قد خرجت من ضلع آدم، فأنا وأنت وكل الرجال وكل النساء قد خرجنا من رحمها. فكن قوياً لاحتوائها لا لقهرها. كن عذباً رقيقاً صادقاً صديقاً لا لامتلاكها. حينئذٍ ستمنحك صكاً بحياتها ثمن. كن فارساً ستكون هي لك الحصن والوطن. فعلاً هي كانت بالنسبة لي الحصن والوطن، عشان كده النهاردة هكرمها. تكريم الفنانة الراحلة نبيل رامز، وتتسلم التكريم ابنتها مريم صبحي. الآن هنبدأ المسيرة بالستينات. الستينات كانت أيام ما تتنسيش، أصل إحنا ما جيناش من فراغ، لا 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 لا، كان لينا أساتذة وبدايات. وقتها بقى عندنا مشروع عظيم للثقافة والفنون. الرئيس جمال عبد الناصر كلف الدكتور ثروت عكاشة برعاية الفنون. ثروت عكاشة فارس عظيم رسم خريطة لثقافة وطن. ثروت عكاشة هو اللي قال الفنون جوهر الإنسان، الفن هو الحياة. مش ممكن أبداً يكون الجهون كميل
إلا بالفنون. أنشأ سنة 1960 المؤسسة العامة لفنون المسرح والموسيقى، وكمان أنشأ المؤسسة العامة المصرية للسينما. أنشأ أكاديمية للفنون مع فنون مسرحية وباليه وكونسرفاتوار وموسيقى عربية وسينما ونقد وأدب وفنون شعبية. وبدأ كبار الكتاب يبحثوا عن هوية مسرحية مصرية كبديل للمسرح التقليدي اللي كان عايش على الاقتباس. ومؤلفين المسرح نعمان عاشور ولطفي الخولي ميخائيل رومان يوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوي. تخيلوا معايا بقى المناخ الثقافي في الستينات. شوفوا المناخ الثقافي كان شكله ايه. الحركة الفنية كانت بتعتمد على الأدباء والمفكرين، طه حسين والعقاد، يحيى حقي، توفيق الحكيم، حسين عبد القدوس، يوسف السباعي، صلاح عبد الصبور، رشاد رشدي، ألفريد فرج، سعد الدين وهبة، عبد الرحمن الشرقاوي. ومخرجين المسرح فتوح نشاطي، عبد الرحيم الزرقاني، نبيل الألفي، سعد أردش وكرم مطاوع، وكمال ياسين وجلال الشرقاوي وأحمد عبد الحليم وأحمد زكي وعبد الرحمن الشافعي. أستاذ سرحت في إيه؟ بعد مخرجين النهاردة. بتعد مين؟ دول ثلاثة. لا والله أكتر من 50 بس قاعدين في بيوتهم. بيعملوا إيه؟ ها؟ بيعملوا إيه؟ بيخرجوا العفش ويدخلوا تاني. ولا مخرجين السينما، توفيق صالح، صلاح أبو سيف، يوسف شاهين، شادي عبد السلام، عاطف سالم، ومحمود ذو الفقار، ونيازي مصطفى، وحسن الإمام، وحسين كمال، وحسام الدين مصطفى، وغيرهم كتير. والعلماء دكتور مصطفى مشرفة عالم الذرة في الخمسينات وتلمسته سميرة موسى، وجمال حمدان، وسمير نجيب، ويحيى المشد، وسعيد السيد بدير عالم الاتصال والأقمار الصناعية. كل العلماء دول، العلماء الستة، تم اغتيالهم بيد الأعداء الموساد لأنهم خافوا من عظمة علماء المصريين. والنقد صديت؟ كانت حركة نقدية تخد بجد. امال ايه محمد منظور، رشاد رشدي، علي الراعي، وعبد القادر القط، وفؤاد دوارة، ورجاء النقاش، ونويس عوض، واحمد بهجت، وراجي عنايد، ومحمود امين العالم، وغيرهم كتير. سرحت في ايه تاني يا استاذ؟ بتعد اللي موجودين؟ لا انا بترحم على اللي فات بس. ولا الاعمال المسرحيه اللي شفتها وانا عندي 12 سنه، الفتى مهران لعبد الرحمن الشرقاوي، مأساة الحلاج والليلة والمجنون صلاح عبد الصبور، ياسين وبهية وآه يا ليل يا قمر يا بهية خبريني نجيب سرور، صقر الله اللي خدها كرم مطاوع وعمل ادابتيشن من مسرحية الحسين سائرا والحسين شهيدا وقدمها على المسرح القومي، وللأسف الأزهر اعترض على تقديمها. كرم مطاوع بذكائه قاعد يعمل بروفات جنرال، كانت مفهومة عندنا بروفات جنرال بالجمهور، قاعد يعرض شهر ونص. ومصر كلها اتفرجت عليها وبعدين توقفت المسرحية. مسرح جيفارا لميخائيل رومان، فرافير ليوسف إدريس. في الوقت ده في الستينات، يعني من أول 68 أنا دخلت المعهد 67، كنت بعمل أدوار كومبارس، يعني ماسك حربة، حاطط دقن وشنب وباروكة، محدش يشوفك ولا يعرفك، كومبارس واقف بالرمح كده بالساكن. بس كنت بتعلم، والله العظيم اتعلمت. لما أقف في ثورة الزنج وماسك رمح بتفرج كل ليلة على عبد الله غيث ومحسنة توفيق، بتبهر واعي. بالمناسبة كان ليا جملة في ثورة الزنج وما صدقت، بس ليا جملة هقولها، فبلاقي عبد الله غيث بيقول: القتلة المعتمد بأمر الله قتلني مرة، وقتلت على أيدي وراقيه في القرن الثالث مرة، ها هم قد وضعوا السكين على عنقي في القرن العشرين. بيقول 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 وعين بيخلص، الناس بتسقف، لازم أقول الجملة عشان يكمل الملوك. أنا وقفت سرحت، فبصلي وصغر لي وبدأ يكمل. أنا كنت عازم أربعة عشان يتفرجوا علي. عملت مسرحية جان دارك على المسرح الحكيم، المسرحيات اللي اتقدمت على المسرح الحكيم، بلدي يا بلدي، وعمل كتير قوي. جان دارك لجان النوي إخراج أحمد زكي، كان لسه راجع من بره.
بطولة مديحة حمدي وعصمت عباس وحسين الشربيني، وانا واقف وسط 30 واحد ما حدش، بس قاعد بتفرج كل ليله بتعلم الممثلين دول غلطوا في ايه، ليه الناس سقفت لهم النهارده وما سقفتش امبارح. بدات في القطاع الخاص علشان اصرف على هملت روميو جولييت وديب، شغل يعني بقول خلاص اشتغل وخلاص، وكان مبالغ صغيره جدا. رحت اشتغلت في اسكندريه في فرقه حسن يوسف ولبلبه، راجل ومليون ست. أول مرة في حياتي أقف ألاقي حسن يوسف قدامي ولبلبة، لبلبة على فكرة كانت من الحي بتاعنا في عابدين وأرض الشيخ، كنت أشوفها دايماً رايحة جاية أيام ما كانت بتقلد عبد المطلب وتقلد المطربين، ونفسي أسلم عليها وخجول جداً مش قادر أقرب لها. فلما وقفت قدامها اشتغلت في المسرحية مشهدين، ده شيء عظيم جداً. وبعدين هم كانوا قاعدين في المعمورة، كنت كل شوية نتحجج على إننا عايزين نقول حاجة مهمة للأستاذ حسن. فنروح ونبلط، فنونيا من حنيتها تغدينا، بقينا كل يوم عايزين نروح علشان نقول حاجة مهمة. وده كان أول لقاء بأحمد بدر الدين مساعد المخرج المسرحية، اللي بعد كده أخرج معظم أعمالي أو كل أعمالي التلفزيونية في الدراما التلفزيونية. مثلت بقى مثلت أنا آسف كومبارس في دايرة تباشير القوقازية بطولة الفنانة العظيمة سميحة أيوب وصلاح قبيل توفيق الدائم. كانت إخراج أستاذي دكتور سعد أرضش. والمسلسلات قدمت مسلسل كده دور صغير لإبراهيم الصحن، مذكرات مدرسة مع عزيز البدراوي، وبعدين لقيت نفسي بطلب عشان اعمل دور مع المخرج الكبير محمد فاضل. ما صدقتش، رحت لقيت هو كان بيقدم المسلسل ده اعتقد لتقديم نجم جديد اسمه يحيى الفخراني. كنت بعمل دور تاني في المسلسل بس دور كويس، يعني دور بقدم فيه نفسي. مع مين بقى؟ مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي والاستاذه سناء جميل وكانت نورة ونظيم شعراوي وغيرهم. ودلوقتي هكرم كل اللي اتأثرت بيهم في الستينات اللي تعاونوا معايا وقدموا محمد صبحي المعلم أستاذي الدكتور سعد أرضش بحترم كل اساتذتي في المعهد اللي درسولي وعلموني كتير قوي، اسماء كتير قوي، بس بخص سعد أرضش لانه فتح لي طريق لفهمي يعني ايه مناهج مسرحيه ومدارس مسرحيه مختلفه، وحمثل الاغريقي مش زي عصر النهضه مش زي الحقيقي، قد ايه هو معلم ويسعد تلميذه. في سنة 2000 حاولت أقدم، عايز أقدم سكة السلامة برؤية جديدة، لقيت الأستاذ سعد أرضش في ندوة في أخبار النجوم بنناقش ده، فقال لي يا محمد بتعيد مسرحية ليه؟ مسرحية نجحت وتصورت، كان هو مخرجها. قلت له أنا عامل رؤية جديدة واتفقت مع الأستاذ سعد الدين وهبة رحمه الله، اتفقت معاه علشان أقدم الرؤية دي. قال لي مش مقتنع. بعد كده جه حضر المسرحية، وبعد المسرحية طلع على خشبة المسرح وقال قدام الممثلين أحيانا يتفوق التلميذ على أستاذه. علاقة جميلة بين أستاذ وتلميذ، وفضلت لغاية لما رحل صديق عزيز جدا ومعلمي دكتور هاني مطاوع. دكتور هاني مطاوع كان أستاذ وصديق أيضا. الحقيقة ابتدت من سنة 67 لما دخلت المعهد لغاية لما اتخرجت، وبعد كده استمرت علاقتنا حتى أسريا. والحقيقة كان مش مصدق إنه يقول لي تعالى لي البيت، فروح له البيت. أول مرة أروح له البيت في مصر الجديدة ما لقيتش كرسي أقعد عليه. قلت له طب أقعد فين؟ فلقيت العفش كله مكوم جنب الحيطان، والصالة وكل الشقة أكوام من الكتب. قال لي اقعد على الكوم ده هترتفع. قلت له ارتفع ايه؟ قال لي لو عايز كتب من دي خدها اقراها ورجعها. ازاي عودني اني اقرا؟ ازاي وجهني
لشيء هام جدا استفدت منه. هو كان دمه خفيف جدا فأخرج لي في التخرج مشهد كوميدي وعلمني كيف ألعب الكوميديا بصدق التراجيديا. شاوي طنطاوي زين بصار كلم زيتي قولي سنة 71 في المعهد عشان يشتغلوا كومبارس كانوا في ثانوية عامة. استمر زين نصار واشتغل معايا في الجوكر دور مهم واشتغل طبعا في هاملت لما عدناها واشتغل في ونيس. شوقي طنطاوي استمر شغله معايا من سنة 1971 لغاية مرحل 2019. هو كان دراع اليمين، كان مخرج مساعد أمين ومخلص وكمان ممثل ليه طعمه. شوقي طنطاوي أكيد هو هيخش الجنة على طول لأنه استحملني 47 سنة. النقاد يمكن مش في مكانهم بس أنا حبيت برضو أبدأ بيهم، الصحفي والكاتب محمد الرفاعي. محمد الرفاعي كان دايما من الصحفيين أو النقاد اللي بيراقبوا، كان بيراقبني أثناء مسيرتي. وبعدين من صداقتي بيه طلبته إنه يشتغل معايا في مهرجان المسرح الجماهيري سنة 2000. قلت له تبقى مشرف فني وإعلامي على هذه التجربة. فقال لي أنا وعدك أساعدك بكل قوتي وحفضل معاك لغاية لما تفتح العرض ويبقى مظبوط، بس لن أتناول أجرا ليكون قلمي حرا زما أو الدكتور حسن عطية والدكتور أحمد سخسوت كانوا تلامذتي في المعهد. الدكتور حسن عطية كنت أطلق عليه الشاب الأسمر الصامت ولكنه متأمل، وكان يقول علي أنت تصنع ضجيجا مبهرا مثل صمتي. فالحقيقة كانت علاقتنا دايما نتناقش في الفن، طلبة في المعهد وخريجين المعهد نتكلم دايما، والدكتور أحمد سخسوت لغاية لما اشتغل يعني بدأوا يكتبوا عن الحركة الفنية في مسيرتي، وكان آخرها حضورهم آخر ثلاث مسرحيات خيبتنا وغزل البنات والنحلة والضبور، وكتبوا مقالات نقدية عنها. حسين العزبي والدكتور سمير أحمد ربنا يشفيه، دكتور سمير أحمد بدأ معايا من أول هاملت لما عرضتها جماهيريا سنة 78 وظل يعمل معايا لغاية لما قدم آخر عمل ماما أمريكا. حسين العزبي قدم عروض كتيرة بقى مش هقدر أذكرها كلها، إنما بدر تيسير مهندس الدكتور العظيم بدر تيسير الحقيقة عمل معايا الخمس أجزاء بتوع ونيس، وبس يكفي إنه قام بتنفيذ وتصميم ديكورات فارس بلا جواد. سيد عبد العزيز الراحل سيد عبد العزيز كان اشتغل معايا من سنة 86 من أول الهمجي، وفضل يشتغل معايا في الفرقة منفذ ديكورات عامل بسيط ولكنه محترف، واشتغل معايا لغاية أن رحل 2009. كل دول أنا بكرمهم النهاردة بقول لهم شكرا. المخرج الراحل الدكتور سعد أرش، ويتسلم التكريم لابنه الدكتور محمد. المخرج الراحل
المخرج اللي تبناني في الستينات وفي السبعينات، ولما حبيت اخطب ما كانش معايا فلوس، هو بيشغلني عشان استرزق. فروحت له قلت له انا عايز 60 جنيه. قال لي يعني ايه؟ قلت له لا يعني 60 جنيه عشان انا رايح اخطب بتاع، وبعدين لما اشتغل حضرتك يعني. قال لي طيب نادى حد من المكتب قال له امضي معاه وادي له 64 جنيه. فالراجل قال له مسلسل ايه؟ قال له اي حاجه. اكتب ظلال السنين. اخدت الفلوس وقلت له خلي بالك لو ما عملتش مسلسل ظلال السنين الفلوس دي مش هترد. بعد شهرين قالوا لي تعالى كلم عادل صادق داخل مسلسل جديد وهتمضي عقد ودور كويس. فجريت قلت له يا استاذ عادل قال لي امضي العقد. فلقيت العقد فيه اسم مؤقت اتشطب وكتب عليه ظلال السنين. قلت له بتغير اسم المسلسل عشان تاخد مني 60 حقيقه. اسعدني عادل صادق في رحله جميله، وكان مخرج متميز جدا 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 من عمالقه المخرجين اللي هنتكلم عنهم. لحظة أخيرة في الستينات أكرم هذا الرجل دكتور ثروت عكاشة. دكتور ثروت عكاشة الحاصل على 2 ماجستير والدكتوراه، له أكثر من 20 مؤلف في تاريخ الفنون العالم والحضارات القديمة. حصل على أرفع الأوسمة وأهمها جائزة اليونسكو لجهوده في إنقاذ
معبد أبو سمبل وآثار النوبة، قصدي معبد فيلة سنة 1970. هذا الرجل وضع خريطة ثقافية للوطن. الثقافة ليست كتاباً أو نحتاً أو موسيقى أو فناً، الثقافة سلوك جعلنا نعشق هذا الوطن. وللأسف ما دمناش نتواصل مع أحد أقاربه، ولكن ستظل هذه الجائزة في متحف المسرح كي يراها كل الجمهور المرتاد إلى المسرح ويعرف كيف نقيم ونكرم هؤلاء العظماء في مصر. كانت البداية حزينة، فيها تحولات كتيرة، منها اللي غير مجرى التاريخ ومنها اللي غير مجرى حياة الفنان محمد صبحي. سنة 70 اتخرج الفنان محمد صبحي المعهد العالي للفنون المسرحية تقدير عام امتياز، اتعين معيد واستمر في التدريس حتى عام 1984. وكان من زمايله في دفعته نبيل الحلفاوي، هادي الجيار، ناديه فهمي، شعبان حسين، لطفي لبيب، سامي فهمي، ومن لبنان رياض يزبك. والكارت ده كتب نبيل الحلفاوي على ظهره الكلام ده قبل شهر من التخرج، وكتب في اخر الكارت: اخي ارجو ان يتحقق ظني فيك وتصبح من علامات الكوميديا في تاريخ المسرح المصري. وحصل، بركاتك يا شيخ حلفاوي. والكارت ده لهادي الجيار كتب في نهايته: اخي أرجو من الله ألا يفرقنا أبداً أبداً أبداً. وآخر الكارت مضى بينضاء عجيبة قوي، قال له والد هادي الجيار. هادي الجيار أبوه خلفه إمتى؟ كانت أحلامه كتيرة. سنة 70 كون فرقة استوديو الممثل على غرار استوديو الممثل لستانيس لابسكي، وفيها قدم كل تلامذته اللي كان بيدرس لهم في المعهد في الوقت ده. قدم هملة أمام سلالم واجهة المعهد، وكان بيشاركوا فيها من تلامذته أحمد ماهر ومحمد العربي وجميل برسوم ونيفين رامز وعبد الله اسماعيل وخالد زكي وزين نصار وشوقي طنطاوي. جمهور العرض ده اللي اتقدم في الاكاديميه امام سلالم المعهد كان من فلاحين وبسطاء العمرانيه، يعني كنا بنمشي بقطار عشان نوصل للاكاديميه. كان يقعدوا فلاحين العمرانيه يجروا جري الساعه 7، عرفوا انه في عرض مسرح بيتعرض، ويجوا يقعدوا على الكراسي، الباقي يقعد قدام في الصوره الاماميه على النجيله بيتفرجوا على هاملت. طبعا الشكل مش متناسب مع اللي بيتقدم. هاملت ترجمه خليل مطران لغه عربيه فصحى، وهاملت الدنماركي، فطبعا انا مش عايز ابص عشان ما اخرجش من المود. فلقيت ست قاعده في اول صف في عرض كده وبترضع ابنها، فانا المنظر فخلاني ابعد علشان اكمل الكلام بتاعي. وبعدين في اخر العرض فوجئت بيها صوتها باعلى صوت عندها: عيني عليك يا حبيبي يا هاملت، خلي بالك لا هيموتوك. انا اتضايقت لان اتقطعت، انما كنت فخور جدا ان هذه السيده البسيطه كان عندها متابعه وفهم على الاقل لقصه المسرحيه. شاهد المسرحيه نقاد كتير وصحفيين كتير ما كنتش متوقع ابدا انهم يوصلوا لغايه المعهد عشان يشاهدوا ناس هو لسه بيبداوا يقدموا هاملت. انما حضر الدكتور لويس عوض والفنانه الكبيره ناديه لطفي والمخرج شادي عبد السلام. والمخرج شادي عبد السلام اللي اخرج من اعظم اهم 10 افلام في العالم الموميا كان مقبل على اخراج فيلم اخناتون، رشحني اني امثل اخناتون في فيلم اخناتون. طبعا دي كانت خطوه بالنسبه لي هتغير مساري كله. اجتهدت وقعدت. طبعا انا اللي اعرفه في التاريخ الفرعوني وقتها مينا موحد القطرين والثلاث اهرامات. ما كناش عندنا اهتمام قوي نقرا في التاريخ الفرعوني. خلاني شادي عبد السلام على مدار 4 سنين اقرا سلسله سليم حسن كلها، مصر القديمه، وكتاب فجر الضمير لبريستل، وغيرها كتب كتير. الحقيقه كمان سافرنا الاقصر علشان اماكن التصوير مع عبد العزيز فهمي،
وشفنا على جدران المعابد ناس مترجمين بيترجموا لنا الكلام حتى في سطح حجر، يعني لفينا شهر ونص وحضرنا نفسينا. بس للاسف لغايه 1974 الفيلم ما اتعملش. ليه؟ لكن ميزانيه انتاجه ضخمه، ما تقدرش الدوله تنتجه، وما فيش قطاع خاص ينتجه، وحتى كان حاول ياخد منحه من فرنسا ما قدرش، لان كانت ميزانيه الفيلم وقتها 500,000 جنيه. فللاسف مات شادي ورحل ومات حلمي. عملت هاملت بطل، وبعدها عملت روميو وجولييت واوديب ملكه، وكنت فيهم برضو بطل ومخرج، بس بعد كده اضطريت ترجع تاني تشتغل كومبارس عشان تصرف على العروض دي. عملت دور مشهدي يا دوب بتقول كام جمله في مسرحيه القرد وملك الهيبس، اخراج السيد راضي، وبطوله صلاح منصور وسهير رمزي وصلاح السعداني، وعرضت في بنها. في بنها كنا عاملين رحله محافظات وانا بلعب فيها مشهدين اخراج السيد راضي، والسيد راضي كان متبنيني قوي ومؤمن بيا جدا وفرحان بقى. رحنا بنها اوتوبيس فخم مش مصدق، قاعد مع صلاح منصور وسهير رمزي وصلاح السعداني فرحان. رحنا عرضنا اول فصل، دخلت قلت الجملتين اللي كانوا بيكسروا الصاله، واد جديد بيقول الكلام ده، مستني الفصل الثاني. دخلت الفصل الثاني ولسه حنطق لقيت صريخ في الكواليس، سيد راضي بيصرخ اقفلوا الستاره اقفلوا الستاره. جرينا لقيناه واقع على الارض وبيعيط، وبلغنا النبأ الفاجع. فقدت الجمهوريه العربيه المتحده، وفقدت الامه العربيه، وفقدت الانسانيه كلها. رجلا من اغنى الرجال واشجع الرجال واخلص الرجال خرجوا في الشوارع كلهم، منهم أطفال واللي كانوا في سن شباب. رحل الزعيم جمال عبد الناصر، الشعب المصري حس إنه تايه، حس إنه انكسر، وحلمه مات. كان حلمك تعرض هاملت على مسرح الأوبرا، لكن حلمك برضه مات. في 28 أكتوبر 71 كان خبر حزين للفنانين ولكل المصريين، صحيت عليه القاهرة، الأوبرا بتتحرق. الأوبرا اللي بناها الخديوي في 6 شهور كلتها النيران في 6 ساعات. كنا متوقعين ان احنا نبني مكانها أوبرا بنفس التصميم في 6 شهور برضو، لما لا اتبنى صرح عظيم، صرح عظيم يتسع لأكثر من رواد الأوبرا، 1500 سيارة. انه جراج العتبة، جراج الأوبرا، محلات تجارية، مول تجاري، هيطلع فلوس أكتر بكتير من إيرادات الأوبرا. وكانت بلادنا خارجة من أحداث كتير، جيل وبيسلم لجيل، والناس كانت بتتمنى الخلاص، وجنود الفن يحرسوا الناس من اليأس والإحباط بالفيلم والمسرح بالموسيقى والغنوة. في السبعينات شفنا أعظم الأحداث في تاريخنا الحديث، انتصار أكتوبر والعبور العظيم، والمسرح كان ليه دور كبير، وزي ما كان حاضر في حرب الاستنزاف كان حاضر بقوة بعد العبور. وابتدى بعدها عصر تغيرات في السينما والمسرح
وبدأ مسرح القطاع الخاص يظهر بقوة ويجتهد ويقدم كل شيء جديد. وحضرتك لسه كومبارس. أنا فريسي بتزليني ولا إيه؟ وعشان ما بدأتوش كومبارس. بس لأ، بداية السبعينات كانت نقلة نوعية. عملت أدوار تانية، يعني وقفت جنب الفنان فريد شوقي، يعني دور تاني. كنت سعيد جدا، بس للأسف كان اسمها يعني كومبارس الموسيقى. العظماء اللي اشتركوا معايا في السبعينات كانوا سبب في انطلاق مسيرتي. منتصر بالله بدأ معايا كده بيحبي في مسرحية هلو دولي للأستاذ فؤاد المهندس وشويكار والأستاذ محمد عوض وزيز البدراوي، وكانت بدايته كان خفة ظله بينا. شويكار اشتغلت معاها في دولي، بس بعد كده قابلتها في الانطلاقة الكبرى بقى سنة 75 اللي هي بداية حقيقية للبطولة، لما اشتركت في فيلم الكرنك مع الفنان نور الشريف. سنة 75 بعد الكرنك قدمت مسرحية بتاع الدرس غبي للمؤلف الكبير العظيم لينين الرملي، صديق وزميل الدراسة، وحصل كيمياء بيني وبينه وبين مؤلف ومخرج وممثل. قدمنا انتهى الدرس يا غبي اللي انتجها مصطفى بركة. مصطفى بركة للأسف لما ودينا له النص وقريناه له رماه في وشنا، قال لك امشي يا بابا، دي مسرحية كئيبة ومش هتضحك. فاحنا اتخضينا وقلنا له والله فيها كوميديا وهتضحك كده، ما سمعش. بس بعد شهرين رجع في كلامه وقال يعني نعملها شهر ولا حاجه. استمر عرضها اكتر من سنتين ونجحت نجاح كبير باخراج سيد راضي وبطوله الفنان الكبير محمود المليجي واستاذ توفيق الدقن. الاثنين كانوا واعيين قوي انهم بيسندوا نجم جديد، لدرجه ان الفنان محمود المليجي جه في ليله قال لي زعق فيا، قال لي انت مش عارف تشتغل. قلت له يا استاذ محمود؟ قال لي يا ابني فك نفسك. قلت له اصل في حاجه؟ قال لي لا انت في حاجات عايز تقولها وبتسكت، قول اللي انت عايزه، احنا جايين نقف جنبك عشان تكون نجم. المخرج احمد بدر الدين رحله جميله، رحله جميله حقيقي. يعني ممكن الممثلين يبقى بينهم كيمياء، انما المخرج يبقى فيه كيمياء بيني وبينه، حقق لي كل احلامي اللي كنت بحلمها. اي شيء بحلم بيه كان هو بيحققه لي، وعنده سنس كوميدي رائع. احمد بدر الدين عمل يعني فرصه العمر، وكانت فرصه العمر الكل يشتغلوا فيها، واستمر شغله معايا لغايه اخر مسلسل قبل رحيله فارس بلا جواد. انتهى الدرس كانت بطولة تلمستي اللي انا دربتها ودخلتها المعهد، درست 4 سنين وتخرجت. هناء الشرباجي كانت اول دور بطولة ليها على المسرح. فرصة العمر كانت فرصة العمر لينا كلنا، للاستاذ الكبير حسن عبدين، ولكن بالاخص لسامي فهمي. سامي فهمي زميل الدراسة، وبصراحة ده كان أول دور لي في مسلسل يعني حقق نجاح مفرط في شخصية شاكر فضله. يعني الناس تعلقت بعلي مظهر، ولكنها تعلقت قوي بشاكر فضله من اللي بيعملوا فيه علي مظهر. كانت علاقة ندية جميلة. سامي فهمي من الفنانين المحبين جدا لزمايلهم. عشنا فترة الدراسة عظيمة. سامي فهمي كنا مسمينه الحصالة، لما يبقى في جيبه 10 ساغ يعني نبدا نطمع فيها فيطلعها، نقول له طب يعني النص خلي الـ5 ساغ معاك واخد انا الـ5 ساغ عشان انا مزنوق في حاجه. لا كان فعلا بيساعد كل زمايله، لدرجه ان احنا كنا نروح له بيته في اسكندريه في وسط مع ابوه وامه واخواته، ونقعد نعيش 3-4 ايام شايلنا. سامي فهمي زي ما بيتقال على الاسكندرانيه جدع. صلاح يسري، فرصة العمر كانت الأول مسرحية كتبها لينين، اسمها علي بيه مظهر. لما وديناها لمصطفى بركة برضه واحنا بنعرض ده الدرس سابها، فعملناها مسلسل. جه صلاح يسري اللي كان متبنيني كمان في هلو دولي فرقة فؤاد المهندس،
أصر إن هو ينتجها ويقدمها على المسرح، وكان لأول مرة يتكتب في السوق كده على أفيشات لمدة شهر واحد، إنها اتعرضت على مسرح الزمالك بعد إذاعتها في التلفزيون بيومين. فقالوا ده مجنون، يعني ما مين اللي هيروح بعد ما شافها التلفزيون؟ اشتغلت 18 شهر في مسرح الزمالك. بعد كده جالي شاب قاعد يطاردني شهور طويلة اسمه يوسف إبياري، وأنا مش فاضي وكده. في الآخر قلت له عايز إيه؟ عرض عليا فكرة عبقرية شفتها أنا إنها تجدد شبكية عين المشاهد. مفيش بقى الأنتريه والكرسيين والحاجات دي اللي في المسرح، لأ، مسرحية تعتمد على المسكات اللي كلهم خوفوني إن الجمهور مش متعود إن يشوف الممثل اللي عايز يدخله المسرح مغطي وشه بخمس مسكات وشخصيات مختلفة وعربية سوزوكي تخش تهد الديكور. ولكن كانت انطلاقة، كانت إخراج جلال الشرقاوي وإنتاجه على مسرح الفن، وفعلا يوسف إبياري كتب مسرحية رائعة حققت أحلام كتير عندي. محمود الألعاوي ابتدى في شاكر فضل لما سامي فهمي ما قدرش ما اشتغلش في المسرحية، محمود الألعاوي انطلق وبالت قدراته في شاكر فضله. وعلى فكرة سامي فهمي سافر أمريكا اشتغل كل حاجة على معرفتي، يعني اشتغل كل حاجة إلا الفن، بس الحمد لله رجع مصر. حنان سليمان تلمستي في المعهد، كان أول دور ليها في المسرح، كانت أمورة جدا على المسرح من بطلين، كانت هي وزين نصار قدامي، كانت شعلة حماس في إنها تقدم أول تجربة ليها. لطفي لبيب لطفي لبيب زميل من سنة أولى لغاية لما تخرجنا وصداقة كبيرة، هو انطلق كممثل بعد فترة طويلة كان متعسر، إنما اشتغل معايا في سنة 75 في هاملت حفار القبور، واشتغل أخيرا في 2009 تقريبا مسلسل ونيس وأيامه. وأنا قلت له دور صغير يا لطفي وبتاع، فقال لي مش مهم أنا جاي. وكان لقائنا لقاء جميل، لأن لطفي من الناس المثقفة والواعية والمحترمة والمنضبطة. للأسف هو اعتذر النهاردة وكلمني في التليفون إنه مريض، ربنا يشفيه. وعلى فكرة كتير من المكرمين النهاردة اتصلوا النهاردة وقالوا إن هم يعني على مرض. أعتقد إن البيان بتاع وزارة الصحة بكرة هيرتفع شوية. يعني أيا كانت الحجة بس إحنا قابلينها يعني. في آخر السبعينات كان في موجة تعبئة شرائط أغاني، مين اللي يكسب يعني ينزل شرائط أكتر عشان تعمل تسويق أكتر. أنا طلعت في دماغي فكرة وأنا بعمل الجوكر إن أنا أقدم أربع شرائط أربع ساعات ملخص لتاريخ الحضارة المصرية القديمة والحضارة الفرعونية. الحقيقة أنا أنتجت الأربع شرائط وما لقيتش غير عبد العزيز عبد الظاهر الشاعر والكاتب الجميل اللي كتب حوار وأغاني شرائط أهلا شمس، والصديق القديم الموسيقار علي سعد كتب الألحان الموسيقية. الممثلين كان فتحية طنطاوي وهناء الشرباجي ومحمود الألعاوي، وكان البطل بتاع الشرائط دي الطفل شريف محسن، كان عنده 6 سنين. نشوف. المهم حسك في الدنيا. هو ده اللي فاضل. ما تقولش كده يا حلمي. انت قدامك العمر كله. ممكن تقول لي اسمك بصوت واضح؟ اسمك ايه؟ ادي توخ. ادي توخ. لا مت توخ. امال ايه؟ ادي توخ. نصحي المياطه دي كويس كده؟ يعني مش ايش وضعك؟ ايش وضعك؟ يعني مش بطال بس لسه مكلكع. ادور وريني وريني الياء لازم تبقى كده. هو ادور كده ارفع البنطلون اتلحلح يا اخي. قلت هتعمل زي ما تكره تكمل معايا ولا ايه؟ استنى اهو. يعني يا سيدي استنى، هات فين البوز بتاع الشرفه الثانيه؟ اهو بس الشرفه هدل بس، والكوبايتين دول تشيلهم من على عينيك. مشوفش ايه ولد وبنت بيشتغلوا عندك في المصنع ما تعرفهمش؟ ما كنتيش هتسمع مننا ولا كلمه واحده.
كان كل املنا فاضية، دخنا عليها ما عثرناش فيها، لكن ربنا بعتها لنا في اخر لحظة، هي الوحيدة بس اللي كان ممكن تثبت لك ان احنا اصحاب حق. ده لو كان جبل كان انهزم يا اسطى. معلش. شكرا يا هلا يا ابني ابعد حالك. يوسف السباعي وزير الثقافة الأسبق لكل اللي عمله في الأدب في الثقافة، بس أنا بكرمه أولاً لأنه منحني سنة 74 كنت بدرس في المعهد، لقيت عربية سودة جاية تاخدني لمكتب الوزير، كان في الأكاديمية، ففوجئت بيه وأنا داخل قال إيه ده؟
جابين لي عيل انا كان عندي 25 سنه فاتضايقت، وهو بقى كان وشه كده يحمر فخدني قال لي انا بهزر معاك بهزر معاك، انا فرحان شاب هيقف على خشب مسرح القومي يخرج الحرب والسلام، قصه الحرب والسلام اللي عداها عبد الرحمن شوقي، وكان موسيقى سيد مكاوي، وكان الاستعراضات محمود رضا وحسن خليل، وانا هقف اخرج لفريد شوقي ومحمد السبع ومحمود الحديني ورجاء حسين. ايه ده؟ فبراير 1978 كان اغتيال الكاتب الكبير يوسف السباعي بيد الغدر، وهو كان بيرقص مؤتمر التضامن الافرو اسيوي في نيقوسيا بقبرص، وكرمه اليوم كشهيد واديب، وكان المفروض نسلم التكريم لحفيده كان المفروض يجي، بس برضه اتصل وقال انه عيان. برضه هتتحط في متحف المسرح عشان تبقى قدام جمهور رواد المسرح. التجاري الجديد في السينما والمسرح. في بداية عام 1984 فجأة وصل عدد الأفلام ل 63 فيلم. قالوا خير. احنا بقى اللي نفسنا نشوف الخير ده النهارده. بدأت موجة جديدة من الأفلام اسمها أفلام المقاولات، ودي أفلام كان إنتاجها ضعيف يعني، بس مستواها الفني إيه؟ أوه من فضلك ما تتريقش. وبعدين ما تقلبش الموالي. أنا واحد من الناس شغال فيها النهاردة، شغال في المقاولات بس مش أفلام، غيرت أدوات صحية. ده كان بدون شعبية شرايط الفيديو للتصدير، معلمات يعني. استنى، سنة 1986 وصل عدد الأفلام ل 95 فيلم، أنتوا متخيلين؟ 95 فيلم، مش خمس أفلام بس؟ بس يتعامل واحنا قاعدين في البيت. في المسرح كان الوضع شبيه للسينما، في مسارح الدولة وفرق القطاع الخاص. بس كان في بعض المسارح جد، والفن بالنسبة لهم قضية، وبعضهم مسارح للسياحة الصيفية. لكن حرية الإبداع بالأمانة كان سقفها عالي، ده موجود وده موجود. والمتفرج الجمهور بيختار بين الصدق والإسفاف. لكن مع كل طلعة شمس كان بينسحب منك واحد من الجمهور، يخرج من ساحة الإبداع الجميل ويروح فين؟ لا بس أنا ما أعتقدش إن أنا قدمت إسفاف، ولا اللي اشتغلت معاهم قدموا إسفاف. بالعكس أنا قدمت في المسرح في بداية الثمانينات مسرحية أنت حر والمهزوز، لما كونت انا ولينين الرملي فرقه استوديو 80. كانت بطوله شيهان، كانت اول مره تشتغل في المسرح كان في المهزوز وانتحار. اللي اشتغل فيها صلاح عبد الله تلميذي الجميل العزيز اللي بدا شغله معايا من اول الهمجي سنه 86، الهام شاهين تلمستي وصداقتي. كان لها دور كبير. قامت بانتاج اربع افلام مهمين. لها دور ايضا دور وطني في عصر الظلام في الوقت اللي كانت البلد هتتسرق. دفعت عن نفسها وعن جمهورها ودفعت عن زمايلها. كان معظمنا ساكتين. هاني رمزي الفنانه هناء الشربجي وصت عليه انه يستحق يخش فرقه استوديو 80، وهي عارفه ان انا ما عنديش وسايط، فما كانش قدام هاني رمزي إلا أحد أمرين، يا ينجح يا ينجح، مفيش تالت. والحقيقة خد فرصته في مسرحية تخاريف، ودي كانت أول مسرحية يعملها، وعمل أكتر من شخصية ونجح. ده اللي شجعني إني أرشحه في مسرحية وجهة نظر اللي استمر عرضها خمس سنين. كان رائع، عامل دور مهم جدا، دور مسعور، قصدي مسعود.
تاني رمزي أنا فخور بيه وفرحان بيه وبتابعه لكل الإنجازات اللي عملها بعد كده. فنانة عبلة كامل، لا يمكن الواحد ينسى 5 سنين قضاهم في مسرحية كانت أجمل 5 سنين على المسرح. كان في كيمياء حقيقية بيني وبين عبلة كامل. 5 سنين بنعرض وجهة نظر، ممثلة منضبطة ملتزمة، عندها روح عالية جدا في تقمص الشخصية، ونجحت نجاح عظيم في المسرحية. المخرج مدحت السباعي صديق العمر وصديق الأكاديمية، أخرج لي 4 أفلام، راجل بسبعة أرواح، وإحنا بسلامة الحرامية، والجريح، والعميل رقم 13. مجدي وهبة الممثل الرائع اللي بنطلق عليه في الوصف الفني الإنسان الجدع، فعلا هو جدع. اشتغل معايا في فيلم علي بيه مظهر، واشتغل معايا في فيلم صعب، فيلم الجريح. البرنسيس إيمان، فعلا برنسيس. إيمان ممثلة رقيقة وهادية، بتفكر بعقلها وتعاملك بقلبها، الطيبة والرقة والجمال الحقيقة. الواحد بيبقى سعيد وهو شغال معاها. عملت معايا فيلم العميل رقم 13 مع صابرين، وكانوا الاتنين يعني ناقضين، بس عاملة دور ما بين الشر والخفة والهزار والجدية، كانت ممتعة في هذا الفيلم. وقدمت معايا كمان مسلسل عايش في الغيبوبة، برضو دور مركب. أنا سعيد جدا أني تعاملت مع هذه الفنانة الرقيقة. فيلم آدم بدون غطاء، فيلم برضو اللي بقول عليهم اللي بيجدد شبكية عين المشاهد، كان فيلم فريد من نوعه مع الفنانة اللي أنا قعدت كده مستمتع بإني أشوفها في الفوازير وفي أعمالها العظيمة، فنانة محبة وصديقة حقيقية الفنانة نيلي. لما وقفت معايا في الفيلم ده كان برضو في كيمياء بينا. محمد نبيه هو زي عمر عبد العزيز، مرمطنا في الشوارع احنا، وكانت الاوردرات كانت لازم تتعمل الصبح الساعه 3 الصبح 4 الصبح، وكنا نعيد الشطات كتير لان المفروض الموضوع عن انا ونيلي فقط في الفيلم. في مصر ما فيهاش بشر، فكان اي نور عربيه معدي على طول نعيد. لبلبه في فيلم الشيطانه التي احبتني، انا معتبر ان ده فيلم لبلبه وانا واقف قدامها فيه. كانت لبلبه عامله دور جديد بالنسبه لها، وكان العظيم الراحل يوسف داوود من الادوار المهمه لمخرج زي سمير سيف. الشيطانه التي احبتني لبلبه خفة ظلها في اللوكيشن، يعني عينها على كل حد بيشتغل اكنها هي المنتج. المخرج عمر عبد العزيز اخرج لي محامي تحت التمرين، تاليف لين الرملي، وهنا القاهره اللي عذبني انا وسعاد نص فيلم بحاله كله في الشوارع. عشان كده انا تعمدت انه يشتغل دور كلمتين في الفيلم في الشارع برضه علشان احرجه. المؤلف احمد عوض اللي حول فكرتي لمسلسلين اللي هو رحله المليون وسنبل بعد المليون. رحله المليون اللي كان بطوله سعاد نص وهلا صدي، سبنوسي سبنوسي هي من كتر معيشتها للكلاب، سبنوسي حبيب امه حبيب ماما حبيب بابا، هي على طول فلقطت منها الكاركتر ده عشان اعمله لها. كان في رحله المليون وفي سنبل بعد المليون، ومديانه حقيقية محتاجة يتفجر عندها هذه الطاقات أيضا. سنبل بعد مليون سماح أنور، زيبة كانت شخصية جديدة ورائعة، كان أول مرة أشتغل مع سماح اللي كملت المسيرة أيضا واشتغلت في مسلسل ونيس. ممدوح وافي جه من الفيوم وجالي علشان أدربه يخش المعهد، دربته وفعلا قبل في المعهد ودرست له 4 سنين، وبعد ما اتخرج كان مرافق لي على طول. ممدوح وافي يعني الوسيط الخير بين كل فنانين الوسط.
لو حس ان في حد زعلان من حد يتدخل عشان يصلح بينهم، ودي كانت حاجه جميله فيه. ممدوح وقف يشتغل في معظم اعمالي في سنبل بعد المليون، واشتغل في الهمجي، واشتغل في معظم الاعمال اللي انا عملتها وافلام كتير. ممدوح وقف كان ضلع كبير جدا في مسيرتي. بكرم النهارده الدكتور عمرو دواره الناقد الفني اللي عاشق للمسرح، اسس مهرجان المسرح الضاحك سنة 96 ومهرجان المسرح العربي سنة 2000، ويمكن أنا رأست أحد الدورات. مهتم بالهواة وبيقدمهم كل عون، والحقيقة هو كمان ليه إصدارات كتب، وكمان بيحاول يعمل توثيق للحركة الفنية. انت عندك حل تاني؟ نتقابل في شقتك. بقول لك ايه، وفر نصايحك لروحك، مالكش صالح بيه. انت زي اختي، انت مالكيش خطوه بيها. لا ماليش. بديت انت دي بلاش بلاش حركات المنظره دي. انا من لوكسور، انا زنوتي عبد اللي انا المسك الخفيه. ده غير الكاميرا الخفيه تماما. اهلا بيكم في البرنامج. الناس عمرها ما كانت مبسوطه. لا لا يا الناس عمرها ما معلش الناس عمرها ما كانت مبسوطه. الناس عمرها ما كانت مبسوطه. غير عمر الناس ما كانت مبسوطه. وانت مين؟ مسعود. مسعود ايه بقى؟ مسعود. طيب مسعود اهلا وسهلا. ايه يا اخوانا مين اللي نايس على مناخيره؟ ايوه مش عارف اقول لك ايه، اصل انا ما تقولش اصل. لا بس انا ما تقولش بس. لا انا مش ما تقولش مش ما تقولش مش ما تقولش مش. انا اتركتك وعمري ما اتسلفت لحد، انت اللي بايدك ترجع لي النور لعينيا. عندك شغل الليل؟ ساعة واحدة وراجع. عايزة حاجة؟ تسلم لي بس ما تتأثرش عليا. تحب تتعشى الليلة؟ أنا نفسي في. خلاص يا حبيب هاته معاك وأنت جاي ونتعشى. أنا بحبك. أنت متأكد؟ دي الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن تحصل. احنا لازم نبقى اتنين، كل واحد فينا له حياته بس هدفنا واحد. حاضر يا سيدي. انا مش قادرة استحمل اكتر من كده. انا لاقيها منك وبلحنها لبنهم نزلتوني. كمان ذكريات تسخط وتزعق فيا. أي حاجة كمان انك حاضر فيا مليون. مليون مين؟ أنا غلطانة. العوني العوني العوني. يوه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ استنى حاضر ايه عشان تجيلي مش عارف. أحبك يا حياتي. أحبك يا حبيبتي. حبوا يا ناس. أنا عارف. حبوا يا ناس. الله يخليك يا عارف. حبوا. مالك؟ إيه مالك؟ حبوا. مفيش أي حد برا، مفيش أي حد برا. بس أنا في وردة يا فقرة. شفت عظم؟ لو جيت لدارك إيش تاخد من عظمي؟ قابلك عظم. قبلك مرضانة، قبلك عدمانة، قبلك عطلانة، قبلك لو حجرة بركنها جنب الباب. ما هي حجرة؟ عندي سنة ونص. يا خدي يا خدي يا سبندوس يا خدي انقل غير انقل غير.
أنا بحييكم وبحيي كل الزملاء اللي ساهموا في هذه الفترة. ونبدأ التسجيل. الفنان الراحل مجدي وهبة، وتتكلم التسجيل ابنته مناء. روحت اشكي للنجوم والغيوم والمطر انه طعم بسيف مسموم قلبي البريق منه مضى بخصم اليوم ولا رجع عنه قال يعني عمري يا صبحي ناقص الخصم منه. وصلنا لسعد جبريل وسليمان خاطر. الفنان هاني we'll be right back.
والآن استراحة قصيرة ونكمل مسيرة. ما زلنا مع مسيرة الفنان الأستاذ المعلم محمد صبحي. مين فينا ما شافش الجوكر؟ مين فينا ما تحكش في الجوكر؟ مين فينا مش حافظ إفهات موجودة في الجوكر؟ وكمان في السينما أنكل زيزو حبيبي، يعني طبعا العملين دول من العلامات في حياة محمد صبحي ليسري الإبياري. كان نفسنا يكون معانا ولكن أحمد الإبياري موجود معانا النهاردة. أشكر الأستاذ محمد صبحي حقيقة، لأنه في التجربة اللي أنا عايش فيها دي أنا شايف ناس كتير جدا موجودين، ده دليل على أنه يعني اتخذ قرار في صادق جدا مع نفسه. في فنانين ممكن يتغاضوا، نجوم يعني يتغاضوا عن ناس كتير جدا كانوا من أسباب، مش هم السبب يعني، ربنا بيجعلهم أسباب، لكن هو بيبقى يستطيع أنه يحقق الانتصار. يعني أنا ممكن أبقى أحاول أكون سبب لواحد لكن لا ينتصر، إنما هو قادر على الانتصار. فأنا سعيد جدا لعمة التجربة، لأنها ما أعتقدش أن فيه، مش ما أعتقدش، ما حصلش أن فيه نجم عمل احتفالية، هي مش احتفالية بمحمد صبحي بقدر ما أنا شايف أنها احتفالية بكل الناس، ملحمة بكل الناس اللي يعني اشتغلوا في مسيرة النجم الكبير محمد صبحي، او المعلمين اللي علموه كمان بيكرمهم. كل من صادف محمد صبحي في مسيرته الفنية، انا شايف حتى ناس صغيرين انا اعرفهم موجودين، ناس صغيرين مش فنانين، فاعرفهم كويس يعني. فدي برضو حاجة يشكر عليها جدا، وياريت ده يبقى مثال يحتذى به سواء نجوم السينما أو نجوم المسرح. أنا كان نفسي أعمل له فيلم السينما، وقعدت معاه وقعدنا نشتغل في الفيلم ده فترة طويلة. كان هو ساعتها بيعمل الجوكر على المسرح، ولكن أنا اللي رجله تخش في عملية إنتاج مسرح يعني بالشكل اللي أنت عارفه عننا يعني أو الجمهور عارفه، إحنا مش بنعمل مسرحية ونقعد، إحنا قاعدين نشتغل مسرح. كان عندنا ثلاث فرق مسرحية في وقت واحد، ثلاث مسارح في وقت واحد، ولابد إن إحنا ننجح. نورتني وألف مبروك، وإن شاء الله تبقى سنة حلوة عليك إن شاء الله. إن شاء الله علينا جميعا، ومتشكر للقاء ده. كلنا فاكرين علي بيه مظهر، وكلنا حافظين إفهات وحافظين الكلام، ومش هننسى أبدا شاكر فضله. شاكر فضله كل الناس فاكراه، ولغاية دلوقتي الناس بتضحك معاه. سابنا وسافر أمريكا واشتغل بعيدا عن الفن، الحمد لله على السلامة. شاكر فضله سامح فهمي الفنان، الرحلة جميلة مع محمد صبحي، عشتوا مع بعض أيام الكحرطة وأيام بقى الأماني وأيام الأحلام الحلوة أن أنتوا تبقوا نجوم وتبقوا مبدعين. النهاردة المسيرة 50 سنة، شايفها إزاي؟ مسيرة جميلة وقصة كفاح رائعة، وأنا بداية يعني اعتبر اول واحد في سكة نجاح صبحي، لان كنا عايشين مع بعض، احنا دفعة واحدة كنا ساكنين مع بعض في نفس المكان، وكنت بشوف صبحي وهو قاعد طول الليل، انا نايم وهو قاعد طول الليل يذاكر ويحضر، وكان اياميها بيحضر مسرحية هاملت اللي هي اول عمل انا اشتغلت مع بعض فيه. انا كنت بعمل دور ابو اوفيليا اللي هي حبيبة هاملت، وهاملت اللي هو صبحي طبعا. وبعد كده عملنا مع بعض فرصة العمر اللي هي علي بيه مظهر، وكانت ايام صعبة علينا جدا، ان كنا فقرة جدا وميادوبك بنكافح واحنا طلبة في المعهد. ومع هذا عمري ما شفت الفنان حبيبي صديقي محمد صبحي بطل دأب وكفاح
من أجل النجاح، وكنت متأكد أنه هيبقى نجم، وفعلا بقى نجم من كتر ما هو كافح وتعب عشان يبقى نجم. إيه أكتر حاجة أنت شايفها حاجة تعرفها عن صبحي محدش يعرفها؟ أعرف عن صبحي أنه هو إنسان جميل جدا، وأنه هو بيحبني جدا شخصيا كصديق زي ما أنا بحبه جدا كصديق، ومكافح طول عمره. سعدت بيك ومبروك التكريم، وإن شاء الله تجمعكم دايما الحب والنجاح أنت ومحمد صبحي. وأنا سعدت جدا بلقائك، دايما بتفرج عليكي، وما كنتش يخطر ببالي أني هبقى مستضاف في البرنامج ده بتاعك. أنا اللي سعدت وشرفتني وأنستني. الفكرة بقى في حد ذاتها أن النهاردة اتلتقوا كل الأساتذة والتلاميذ والمبدعين، ويمكن انتوا بقالكوا كتير ما شفتوش بعض. أي. هتشوفي أجيال وهتشوفي ناس وبلاتوهات، ومش بس فنانين، ولكن كل واحد اشتغل في السينما، السينمائيين كلهم موجودين. أي. النهاردة. أي. شايفة الكوكبة دي ازاي؟ تجمع فني رائع. وأنا عجباني الفكرة نفسها، انه فنان كبير زي صبحي يبقى حابب انه يكرم زملائه بدل ما يتكرم في اليوبيل الذهبي بتاعه، ويشكرهم على انهم كانوا سبب في نجاحه. دي حاجة اولا عطاقة جدا، ابليفتنج جدا، تجمع كلنا هنشوف بعض وهنتقابل مع بعض، وفي نفس الوقت انا بشوف انه شرف حقيقي، لانه صبحي فنان كلنا فرحانين ان احنا اشتغلنا معاكي. ان شاء الله ربنا معاكي، وتبقى سنة حلوة، وتعيدي بقى على جمهورك، كاميرا قدامك اهي مع بداية 2021، تقول لهم ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة واحنا ان شاء الله طيبين، وكل زمن حلو، وكل وقت حلو، احنا بنعرف نعمله حلو، فان شاء الله سنة 2021 تبقى احلى واحلى واحلى بينا ان شاء الله، وبعملنا باذن الله. اجمل لوكيشن ممكن تروحوا ان انت تشوف المخرج عمر عبد العزيز بخفة دمه مع محمد صبحي بالكوميديا العالية، كانت أحلى الذكريات. أكيد. والعمل مع محمد صبحي. محمد صبحي صديق عمري يعني، ونموذج للالتزام. نتناقش كتير جدا قبل التصوير، إنما لما التصوير بيبدأ بيبقى ممثل مطيع بينفذ اللي مطلوب. وأجمل شيء إن يبقى فيه لينك بين المخرج والممثل، يعني هنا القاهرة ده أنا ما بشوفه دلوقتي صعب قوي يتعمل تاني قوي. يعني وما فيش غير محمد صبحي يعمله، يعني مين اللياقة البدنية ده؟ جزء صبحي من الممثلين اللي عندهم لياقة بدنية عالية جدا. أنا فاكر مشهد الونش كان بيتبهدل معايا الفيلم كله في الشارع كله، فما فيش غير صبحي. أنا سعيدة بيك وسعيدة بوجودك النهاردة، وهسيبك تسعد بذكريات حلوة وأيام جميلة وحلوة بالنسبة لي، إن أنا النهاردة بفتكر الأيام الحلوة اللي شفتها من خلال الكواليس الأفلام اللي عملتها مع محمد صبحي، وألف مبروك. أنا بشكرك وبشكر نشاطك وإنك جزء من العملية الفنية في مصر فعلا يعني. أنا بشكرك جدا. بشكرك يعني. ليلة 50 سنة للمبدعين والزملاء والأصدقاء اللي اشتغلوا معاه. النهاردة معانا الفنانة الجميلة إيمان اللي شاركته بعملين مهمين في مشواره الفني. برحب بيكي وكل سنة وانت طيبة. أشكرك يا بوسي، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة أستاذ صبحي بخير، واحنا بنشكره كلنا، بيتهيالي كل اللي حضروا النهاردة بيشكروه على الجست اللفتة الجميلة اللي هو عملها. ايه اكتر حاجة مرت في حياتك في صبحي ما تنساهالوش من خلال التلفزيون والمسرح، او كفنان على خشبة المسرح، او كصديق في حياتك؟ اولا هو كصديق، صديق مخلص جدا 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 جدا، ودايما بيسأل وما بيعديش ولا مناسبة غير ما هو يقول كل سنة وانتي طيبة. طبعا احنا لما تعاملنا مع بعض قربنا لبعض قوي، حسيته قد ايه هو انسان وقد ايه هو راقي،
من جوه، وفعلا زي كل الاعمال اللي هو بيقدمها، هو راقي، هو كإنسان راقي جدا جدا. وان شاء الله نشوفكم في اعمال جايه مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله جايز نقدم مسرح. ما زلنا معكم، ما زلنا مع النجوم، ودلوقتي وصلت لينا احلى النجوم الشقيه الجميله اللي بنحبها وبنعشقها، اللي بنبتدي السنه بعيد ميلادها وبقول لها كل سنه وهي طيبه وعقبال مليون سنه، برج الجدي الجميله اللي بنعيش معاها كده الفرحه والحاجات الحلوه كلها. الواحد يشوف نيلي يفرح. انت مدلعاني، انت الدلع كله يا نيلي، ده احنا حبينا الدلع منك يا نيلي. لا وانا جيت انا مش عارفه ان في ريد كاربت عامل جو حلو قوي. شفتي محمد صبحي بقى؟ انا جايه لابسه عادي، مش عارفه ان في ريد كاربت. انت حلوه كده. مش محتاجه تلبسي، انت حلوه لوحدك من غير ريد كاربت يعني. شكرا. المسيره الحلوه بتاعت محمد صبحي كنت جزء منها، كنت ورده حلوه فيها. ادم بدون غطاء، محمد صبحي كان صديق ولا بس زميل اتعاملته في فيلم واحد؟ احنا زملاء، ما اقدرش اقول بنتقابل واصدقاء وكده، لكن بنحترم بعض جدا وبنعز بعض جدا. يعني انا صبحي بالنسبة لي ما عندكيش فكرة معزته في قلبي قد ايه، وقد ايه هو انسان رائع وفنان. وبعدين صبحي الحاجة الحلوة اللي فيه انه الفن عنده رسالة. الفكرة ايه رأيك فيها؟ ان في 50 سنة فن بيكرم كل الناس اللي اتعلم منهم واشتغل معاهم. طبعا دي فكرة جديدة لانج، انا ما سمعتهاش قبل كده. انت عارفة ايه احلى حاجة فيها؟ ان جمعنا كلنا مع بعض. النهاردة يوم الذكريات ويوم المشاعر والانسانيات. وده شيء جميل ان احنا بنودع سنة وبنستقبل سنة مع ناس بنحبها. بالظبط كده. عايزه ايه من 21 وانت بقى في عيد ميلادك وسنه حلوه عليكي ويا رب كل الامان الحلوه فيها؟ انا عندي رضا. يعني انت عارفه الانسان اللي عنده رضا في قلبه بيبقى سعيد. انا راضيه بكل حاجه، علشان راضيه فانا بحس ان انا انسانه سعيده علشان عندي رضا في قلبي. لكن اتمنى ايه؟ اتمنى مفيش حاجه مهمه غير الصحه. اكيد صحة، الصحة والستر ليا والاهل وامنيه كل الناس ان شاء الله، كل حبايبي وكل الناس يا رب. كل الناس يبقى عندها صحة. ليلة من الف ليلة وليلة بنختم بيها 2020 وبنبدأ بسنة جديدة، سنة 21. ليلة في مشوار محمد صبحي والمشوار في الجميلة اللي منورانا النهاردة لبلبة، وبرحب بيكي ومنورة. تكريم جديد، ريد كاربت جديد، احتفالية جديدة. ومحمد صبحي 50 سنة فن. يعني شوفي 50 سنة عطاء، 50 سنة فكر يعمل ايه، يقدم ايه لجمهوره. الأستاذ محمد صبحي من النوع اللي بيحترم جمهوره جدا وبيحترم فنه جدا. أنا بالنسبة لي كان حلم إني أقف قدامه أو جنبه على المسرح بتاعه، فالنهاردة ده بيتحقق ان هو بيكرمني بمناسبة 50 سنة. فطبعا ده حلم بالنسبة لي ان اكون متواجدة جنبي على المسرح. انتوا بتقابلتوش على المسرح لكن اتقابلتوا سينما في الفيلم. يعني كان عمل واحد، عمل واحد بس، عمل مميز جدا من اخراج الراحل الدكتور سمير سيف، وكان سابق عصره لان كنا طالعين حراميه وبنسرق بالتكنولوجيا والكمبيوتر الوقت ده ما كانش يعني كنت بتعملوا بيت وش اسر ياسين ونيلي كريم فطبعا كان فيلم مش ممكن انساه ابدا. لبلبه 2020 بتخلص وبنودع معاها كل حاجه حلوه وكل حاجه وحشه. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجايه، السنه دي 2021، نكون خلصنا من الكورونا وتشال الهم ده من قلبنا، والناس تبقى مبسوطة وتبقى سنة جميلة على مصر وعلينا كلنا.
مفيش مستحيل. في بداية التسعينات بدأت بعض التجارب الجادة تزيد، وبدأت موجة من الأفلام الجديدة البريئة تظهر، وسقف الحريات ارتفع. لكن دور الثقافة تراجع أمام كتير من التحديات الحادة والصعبة. الأحداث التأثيرات جوهرية تدور القوى الناعمة المصرية. من حلم صلاح جاهين بتماثيل رخام على الترعة وأوبرا لكل قرية عربية، ودعم الدولة بالخمسينات والستينات للثقافة والفنون، إلى ثقافة بقت سلعة أحياناً في التسعينات وصولاً إلى حرب التماثيل، وطالب بتغطية تمثال عروس البحر في الإسكندرية بقطعة من القماش. ليه بقى؟ حتى لا يخدش الحياء العالي. ووضع الإشارب على تمثال أم كلثوم بالمنصورة بقصد الإحتشام، وسرقت راس تمثال طاسين ببنت المنيا عشان يكسروها ويبصوا يشوفوا فيها ايه. رفع قضيه بتفريق المفكر المصري نصر حامد ابو زيد عن زوجته، محاوله اغتيال صاحب جائزه نوبل نجيب محفوظ، اغتيال فرج فودن. قال ايه بعد مناقشه حره؟ وبدات الملاحقات القضائيه تطارد بعض الفنانين، عادل امام ووحيد حامد ويوسف شاهين وغيرهم، وكانت كلها غارات همجيه لتحريم الفنون. في مواجهه هذه الهجمات الشرسه ظهرت مجموعه من المهرجانات الفنيه الجديده، كانت بارقه امل وخلقت حاله فنيه جديده على ايد وزير ثقافه وفنان كبير له قيمته فاروق حسني. والاجيال الجديده من الفنانين سواء ممثلين مخرجين نقاد او كتاب كانوا بيتاثروا بكل مهرجان جديد، وظهرت مساهمات وزاره الاعلام من جديد في دور المنتج المنفذ. يا روحي على المنتج المنفذ، عشرات المنتجين للمسرح والسينما والدراما التلفزيونيه. حالة حراك ثقافي وفني، خريطة مفتوحة ومنوعة، أدت لظهور محاولات كتير لإنتاج فن يقول كلمة. في بداية التسعينات قدمت أنا والمير الرملي لفرقة سنة 80 مسرحية تخاريف وجهة نظر، تخاريف اللي كان بطولة هناء الشربجي، وكان أول ظهور لهاني رمزي اللي استمر وقدم وجهة نظر مع الفنانة عبلة كامل بطلة المسرحية، واستمر العرض 5 سنوات. كان في حدث فني فريد من نوعه، مسرحية بالعربي الفصيح، بطولة 42 شاب وشابة في أول تجربة ليهم على المسرح. أنا قمت بتدريبهم لمدة 8 شهور. المسرحية حققت نجاح غير متوقع، لأن الأفيش ما كانش عليه أسماء نجوم، فقط اسمي واسم دين الرملي كمؤلف ومخرج. خرج منهم نجوم كتير زي منى زكي، داليا إبراهيم، كارولين خليل، مشو مصطفى، ماجد الكدواني، مصطفى شعبان، حمدي السيد وحمدي الرملي، وحسن عبد الفتاح، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد وفيق. أحمد وفيق اللي اشترك معايا كمان في الزيارة، احنا حاولنا نكرر جزء منهم الحقيقة، بس كلهم لا مش عيانين، لا هم عندهم بس سفر الحقيقة. الزيارة كانت مسرحية أنا بعتبرها كانت مهمة أوي تتعرض في الوقت ده سنة 94 على دار الأوبرا. كانت الفنانة سناء جميل بقالها 15 سنة ما اشتغلتش مسرح، وأنا أقنعتها إنها تشتغل مسرح. سناء جميل ممثلة، وقفت قدامها كمخرج بتغزل في أدائها اللي ما عرفناش برضو نوصل لحد عشان نكرمها. جميل راتب اللي بحس فعلا رغم تقارب السن بيني وبينه، يعني مش كتير قوي أكبر مني، ولكن كنت بحس إنه أبويا بجد، وهو كان معتبرني ابنه. جميل راتب إنسان في داخله طفل بريء مثقف واعي حقيقة متجدد. جميل راتب نموذج رائع وصل لمرحلة من الإتقان والمعيشة الحقيقية في شخصيات كتيرة. اللي أعد النص يوسف خميس، وعمل معايا كمان في كارمن محمود أبو زيد وعبد الله مشرف وعزة لبيب. عزة لبيب ممثلة في الفرقة من زمان، وكان آخر عمل ليها ماما أمريكا. عبد الله مشرف مستمر في الفرقة الحقيقة، بس هو دايما تايه لما يعني عبد الله غالبا عن صابرين
رغم انها برضو عيانه لا بس دي حقيقي. واللي قدمت معايا العميل رقم 13 وقدمت مسرحيه سنه 94 على بلاطه، اول مسرحيه تتكلم عن الارهاب القادم واخترتهم، وعماد رشاد لا ده تلميذ تلميذ يعني تلميذ تلميذ، شعره الابيض يكبر مش مهم، بس هو كان تلميذي وكان كنت فخور بيه وفرحان بيه لما مثل معايا في هاملت، ومثل بطولة روميو جولييت شكسبير على مسرح سيد درويش، عمل روميو وناديا شكري عمل جولييت وانا عملت دور ثالث اللي هو ماركيشو، وممدوح واقف اشتغل فيها. الحقيقه عماد رشاد اشتغل في على بلاطه واشتغل كمان في مسلسل ملح الارض، ده كان اخر عمل بيني وبينه. مهدي يوسف كتب مسلسل ونيس وماما امريكا. المنتج الرائع محمد فوزي، قابلت مع الاستاذ محمد فوزي وكان اول تعامل بيني وبينه على مسرح قصر النيل، ولكنه منتج حقيقي قدر يحقق احلام كتير ليا بتقديم عرض مسرحيه ماما امريكا اللي عملت جدل كبير جدا في مرحله سياسيه وعرضها 5 سنين على مسرح، كانت بطوله هناء الشربجي ايضا، وكان دور مختلف، وكان عبد الله مشرف متالق في هذه المسرحيه. عائله ونيس، عائله ونيس اللي تقدمت على برضه على مسرح قصر النيل انتاج استاذ محمد فوزي، واشتغل بالتبادل 3 ايام وثلاث ايام، الفكره اللي جات لنا بعد كده عشان نقدم مهرجان المسرح للجميع. محمد فوزي ما بخلش ابدا في تقديم هذه الاعمال وحقق لي طموحاتي كمخرج وممثل. حسن عفيفي نجم من فرقه رضا اللي قام بتصميم كل الاستعراضات الراقصه في اعمال المسرحيه. عايز اتكلم عن مجدي صبحي وشعبان حسين وزينب وهبي وخليل مرسي، دول من اعضاء الفرقه فعلا اشتغلوا في كل المسيره في معظم الاعمال. هقول بس حاجه عن خليل مرسي. خليل مرسي لما طلبته علشان مهرجان مسرح الجميع علشان يشتغل في لعبه الست وكارد موسيقى السلامه، دخل لي كده وقال لي حضرتك تطالبني ليه؟ قلت له بعمل لعبه الست وكارد موسيقى السلامه، انا ممثل مسرح قومي. قلت له طيب وماله؟ قال لي انا ماليش في الكوميديا وماليش في الضحك. قلت له لا انا طالبك كتراجيديان، يعني عايز ادوارك هتاديها بجد، انت مالك ومال الضحك؟ انا مش ناسي اول ليله في لعبه الست لما دخل المسرح ولقى الناس بتسقف وبتصرخ، هو انزهل وقال لي ازاي؟ قلت له لان الممثل فعلا بيعتقد ان الكوميديان ده لازم يبقى كوميديان او تراجيديان يبقى تراجيديان، لا احنا في مسرحنا حاجه ما بنفرقش في ده، احنا بنلعب التراجيديا بخفه ظل الكوميديا وبنلعب الكوميديا بصدق التراجيديا. زينب هو بيشتغل في ونيس وشعبان حسين كمان، واشتغلوا في ماما امريكا، وعملنا مهرجان مسرح الجميع الثلاث مسرحيات اللي قامت بطولتهم سيمون، كان اول مره تقف على المسرح كده الجمهور الاعمال العظيمه. ثلاث مسرحيات خدت الجائزه الاولى يعني الست وكارمن وسكه السلامه، وبعدين الانطلاقه الكبيره الدور العظيم اللي لعبته في المسلسل الصعب جدا فارس سوال كونتيسا سجريس، ناس حبوها وحبوا يسمعوها وحبوا غناها سواء في فارس بلا جواد او في كارمن. الشيخ صالح كامل هذا الرجل الراحل وطني اللي حب مصر وطنه التاني، وقدم له كل عون وخاصه في الازمات، انشا قنوات الفضائيه الخاصه الاي ار تي، انتج 5 اجزاء من مسلسل ونيس، وانا اندهشت لما طلبني وقال لي عايز اعمل مسلسل عن الاسره المصريه العربيه، فكان فكره موجوده عندي واللي كتبها مهدي يوسف واخرجها احمد بدر الدين، وكانت بطوله سعاد نصر وابناء ونيس وكل الممثلين، بس الراجل ده فعلا بشكره وبقدم له الشكر والتحيه والتقدير لما فعل ولما قدمه في المسيرة الفنية بالنسبة لي. وأيضا أشكر مدير التصوير الراحل الدكتور عادل الحفناوي.
اجزاء 5 من ونيس. هتكلم عن اكتر اتنين احتلوا مساحه في مسيرتي. هناء الشربجي اللي دربتها علشان تقدم في المعهد ونجحت وكانت تلمستي 4 سنين. كان اول عمل ليها كان المسيره بتاعت الانسان 75 في انتهى الدرس يا ربي، وتوالت بقى الاعمال الهمجي وخريف وجهه نظر. هناء الشربجي جت لمصر اصلين لان قلنا هنشتغل ماما امريكا 3 ايام وعائلته لسه زعلانه، قالت يعني ايه؟ انا مالكيش دور. فهي خافت انها هتقبض 3 ايام بس. فجت قالت لي مش حاسين فرقه، انا شغاله في دور صغير مشهد واحد هعمله اللي هو مشهد في المذيعه. حقيقي هناء الشربجي كانت ضلع اساسي في مسيرتي الفنيه المسرحيه. سعاد نصر. سعاد نصر كانت ضلع كبير في المسيره. الحقيقه قدمت سواء في السينما معايا وفي المسرح وفي مسلسلات تلفزيونيه. سعاد نصر انا بعتبرها كانت العمده بتاعت الوسط الفني. كانت خيره وكانت حقيقي بتربط الممثلين والفنانين كلهم ببعض. سعاد نصر انا اعتقد رحمها الله كان قدامها كمان مخزون لسه هتطلعه. انا بقول ان انا شعرت باليتم بعد رحيل سعاد نصر. عايز اتكلم عن ابناء ونيس. ابناء ونيس اللي كانوا صغيرين كان نفسي اعرض لهم صوره بس هنشوف برضه. 6 سنين ريم كلهم في سن صغير جدا واول مره يشتغلوا تلفزيون. الحقيقه عاشوا لغايه 8 اجزاء من مسلسل ونيس. كانوا بيكبروا معانا، كان سعاد نصر وانا بالنسبه لهم اب وام، كانوا يرجعوا لنا في مشاكلهم الحقيقيه. انا بقول انا ربيت الاربعه، اتمنى انهم يكونوا مسؤولين في انهم ينفذوا الاحسن من كده. ريم احمد وسامع الشجيع وفادي خفاجي وهدى هاني ومعاهم شريف محسن ده زمان لما كان 6 سنين لما عمل شرائط اهلا شمس. صلاح قشواري جالي وقال لي عايز اتدرب، وبصراحه كده يعني انا كنت بعمل مجموعه كده قبل ما اشتغل معين بعد يعني، واختار ال10 اللي انا شايف انهم يستحقوا انهم يخشوا المعهد. فقال انا معايا فلوس. قلت له طيب خلاص مش مشكله. قال لي بس حضرتك انا شغال في كازينو في سقاره. قال تيجي تشرب لك كده فنجان شاي فنجان قهوه وخلص شغلي اخدك على البيت علشان تدربني يعني. كان انسان جميل وراقي وعلى خلق. صلاح رشوان قد الاعمال برايا انا في مسيرته انا مفتخر بيه اني اقول عليه تلميذي. قدم معايا في مسلسل ونيس وقدم دور عبقري في مسلسل عايش في الغيبوبه. دنيا عبد العزيز اللي جت برضه كان في اوائل مشوارها اللي اشتغلت دور الخرساء في مسلسل ونيس وحققت يعني مجتهده جدا وازاي قعدت مع الموجه علشان الاشارات والكلام بالاشارات كانت مؤديه جيده وقدمت كمان عائله ونيس على المسرح واشتغلت دور انا بعتبره عبقري في الفارس بلا جواد. مجدي صبحي وصي اخويا بس ما جاش يشتغل معايا الا لما قلت له انت الاول اثبت نفسك عشان اشوف اختارك من السوق. فالحقيقه اجتهد وعمل اعمال كويسه وبدا المشوار بتاعه معايا في ماما امريكا وفي كل المسلسلات اللي جت بعد كده وكان دوره هايل ايضا في فارس بلا جواد.
ماتت مع تعب. أصبحت عاهرة. وما الذي جعلك عاهرة؟ حكم المحكمة. وعد سفين لحتى ما لاقي حيطه الدليل. ما دامك وزير الله. عايش انا وانت بنشرب من ميه النيل واحد يا بلاش نتجوز. Thank you.
Thank you.
ليلين الرملي ما بعتبروش مؤلف بس، ده ليلين الرملي مؤلف ومفكر، والحقيقة إحنا الاتنين كوننا طعم مزاج خاص. ممكن يكون هو عمل بعد مني أعمال كتيرة عظيمة وأنا عملت أعمال كويسة، ولكن تظل الأعمال اللي عملتها مع ليلين الرملي لها مذاق خاص وطعم خاص لا يمكن هتتنسي مع الزمن. للأسف كان نفسي حد يحضر ويستلم التكريم وأقول له شكرا. خلاص هانت ما تقلقوش، احنا عندنا من 2000 ل 2020 اخر مرحله. ما كرمتش يا شيخ. كلمت عنه كل شيء، وفعلا المخرج احمد بدر الدين انا اتخلع مني جزء كبير جدا بعد رحيله، لان كان صعب ان انا اشتغل بنفس السيستم اللي كنا بنشتغل بيه لانه مش موجود. اخرج كل المسلسلات الحقيقه لاخرها كان فارس بلا جواد. محمد عمارة منتج، يعني لخمس أجزاء ونيس، واستمر شغله معايا لغاية لما أنتج مهرجان مصر الجميع الثاني لعبة ست وخام وسيك السلامة، وكمان تصدى لفارس بلا جواد. عمرو الصيفي المنتج الفني، رجل المهام الصعبة، شاف الويل، شاف الويل، وخصوصا فارس بلا جواد الحقيقه يعني بيحيط اللوكيشن. يمكن طبعا معظمنا اشتغل معاه، رجل محب لعمله وهادئ جدا 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 جدا، ويستطيع انه يحل اي معضله. المهندس اسامه الشيخ تاريخ طويل، عرفته يمكن من اول ما نور الدمداش صور مسرحيه هاملت سنه 78، وكان هو مسؤول عن هندسه اذاعيه خارجيه. مهندس اسامه عضو غرفه صناعه السينما، وادار عدد كبير من القنوات زي قناه الاي ار تي وقناه الراي الكويتيه، وتولى رئاسه مجموعات دريم، وعمل في قطاع الهندسه الاذاعيه في التلفزيون المصري، واخيرا رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وقتها. الحقيقه هو وقف جنبي قوي ومؤمن بيا قوي، عمل دور كبير في دعم مسلسل فارس بالجواد اللي قامت عليه الضجه في العالم كله. كل الشكر باشمهندس اسامه الشيخ. مصطفى عبد العزيز سميه برنس، انتج ونيس وايام، وانيس والعباد واحوال البلاد، وانتج اربع مسلسلات انا وهؤلاء، ورجل غني فقير جدا وعايش في الغيبوبه. المؤلف الموسيقي محمد علي سليمان، اللي ده كمان في مسيرتي من اول رحله المليون والتتر اللي احنا حفظناه والناس حفظته.
اتكلم عن فارس بلا جواد، وفاء عامر. اديتها النسخة بتاعت 40 حلقة، فقالت لي دور ايه يا استاذ؟ قلت لا مالكيش دعوة بالدور، انت اقرا المسلسل. فقالت المسلسل جايه قالت لي عرفت الرقاصة. فقلت لها قال لي ممكن يشوفوا اي مخرج، انما انت هتعملي دور كاميليا. كاميليا البنت اللي اتصدت للاحتلال الانجليزي واللي اغتصبت من الاحتلال الانجليزي وكان لها قضية كبيرة مع حافظ. وفاء عامر مخلصة جدا 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 ومحبة. لما محمد الغيثي جاب لي مسلسل بتاع مدح الأرض كانت هي البطلة الحقيقة. المسلسل بطولة وفاء عامر وأنا دور تاني في المسلسل. المكان كانت الشخصيتين أختين توأم، كانت رائعة في المسلسل الحقيقة. ويعني ياما ياما أكلنا فسيخ وسمك وحاجات كده. اسمحوا لي أتكلم عن ممثلة كنت أتمنى أقف قدامها في أي عمل فني بعد ما شفتها في فيلم موت أميرة، سوسن بدر. حاولت إن أنا أشتغل معاها ما حصلش الظروف، ولكن في 2005 تقريبا كلمتها في التليفون قلت لها انا بعمل مسلسل انا وعروبيان. قالت لي كل السنين دي كلها وافتكرتني النهارده؟ قلت لها لا ما تتسرعيش، ده المسلسل 32 حلقه محتاجك في مشهد 5 دقائق. فقالت لي ايه في السكه؟ اتخضيت زعلت، قالت لي جايه لك الاستوديو حالا. وفعلا جت سوسن بدر عشان تلعب مشهد 5 دقايق، ما كنتش شايف حد غيرها في المشهد، وكان عندي حق قدام فنان الجميل يوسف فوزي. هذا هو نموذج للممثلة الكبيرة في دور صغير. وكان نفس الموقف في وفاء عامر لما توقعها برضه في مشهد في انا وهؤلاء. انا بتمن قوي هذه المواقف في هذه المهنه. مها بعوف انا شايف انها لغايه دلوقتي ما قدمتش قدراتها الحقيقيه، كوميديانه فظيعه. انا اللي لاقط ده، ولكنها فارس بلا جواد قدمت دور بصراحه كاكسنت وتقول انجليزي وبتعمل دور صعب جدا جدا من احد الناس من الاحتلال يعني، وكانت ند قدام حافظ نجيب. مها ممثله ممتعه في اللوكيشن وهادئه في اللوكيشن، بس بيبان عليها على طول اول ما دماغها تعمل كده هي مش فاهمه، تقول لي مش فاهمه، فهمني الاول. ده شيء جميل جدا في مها، واشتغلت معايا في برنامج مفيش مشكله خالص اكتر من حلقه، واشتغلت بقى دور طبعا في شاكيرا ده اللي هو الكوميديا الخالصه يعني. محمد ابو داوود من الممثلين، اولا هو كانسان قريب مني جدا وصديق قوي قوي قوي. كان في نديه بيني وبينه لما يبقى في مشهد ضرب مثلا في ونيس، كان المفروض بيعلمني انجليزي فبيضربني، فانا جايب له عصايه خفيفه، فهو راح اتفق مع الاكسسوار وجاب عصايه بجد. وقعد نزل فيه في المشهد باين افترى، فمش عارف اعمل صوت يعني المشهد هيبوظ خلاص، اتضربت. فبصيت له قوي كده ورديت له الصعصعين، اديته علقه فارس بلا جواد. محمد ابو داوود بس بالمناسبه هو ومنور وافي الله يرحمه، الاثنين طلعوا عليا اشاعات في مصر بلاوي. اي حد يجي يشتغل معايا جديد زي عزت ايوه عزت ابو عوف، فقالوا لهم انا عايز افهم القصص دي عشان اول مره اشتغل معاك. قالوا بص ده مرتشي، عايز في اخر ربع ساعه هتاخد معاك ايه؟ طبق بس هم عايزين ياكلوا، طبق بسبوسه، طبق بقلاوه، طبق كنافه. فالراجل صدق، فتاخر عليا نص ساعه لغايه التصوير.
فلقيته جاي جنبي قال لي يا استاذ محمد معلش انا ما اعرفش بقى قال لي يا استاذ محمد اللي بيقول فهمني هو مجهوده وافي ان حضرتك بتقبل المسائل دي قال لي ايه قال لي حلويات جايب لك بسبوس وحاجات لا ممكن ابدا مدير التصوير وعبقريه الصوره فاز بجوال عصام فريد عن ملك الارض اللي كتبها محمد الغيتي ان اخراج خيري بشاره ده كان من المسلسلات اللي كان فيها صوره جديده حقيقي. بتكلم عن احلام الجريتلي للاسف مريضه برضه ما قدرتش تيجي النهارده ولكن لعبت ادوار متميزه سواء في فارس بلا جواد والام فواليس. ايمن عزت أول مرة يشتغل معايا كان في مهرجان مسرح جميل في كارمن وفي سكة السلامة وابتدأت أحب هذا الممثل حبيته ففعلا عمل دور البرنس الأمير في فارس بلا جوال قدمه بروعة وأنا الحقيقة كنت طاير بيه. أيمن عزم يمكن ما اشتغلناش مع بعض بقالنا فترة إنما أنا بقول إنه أيضا ممثل لسه ما خدش حقه الحقيقي. المشكلة الكبرى مشكلة في حياتي أول ما رشحها في دور أمل إبراهيم. أمل إبراهيم يعني بتخلي اللوكيشن كله أو غرفات المسرح إحنا ميتين على روحنا من الضحك وهي بتتكلم بجد. أمل إبراهيم إنسانة طيبة بحق وحقيقي وفنانة بجد ويمكن هي قدمت قبل ما تشتغل معايا وثبتت نفسها وأثبتت نفسها إنها عملت أدوار مهمة وكان أهمهم برضه فارس بلا جواد. اشتغل في لعبة الست واشتغل في كارمن في سكة السلامة إنما فارس بلا جواد قدمت دور رائع مع أشرف عبد الله فؤاد. يوسف داوود يوسف داوود الرائع ممثل دوري تعامل مع هذا الحجم جواه طفل حقيقي جواه طفل وبيحب اللعبه دي قوي وانا مش هنسى فيلم اشتغلت حبتني كان دور عبقري كنت بقف اتفرج عليه. يوسف داوود اشتغل في الزياره مع سناء جميل واشتغل في مسلسل يوميه تونس والدور الاعظم اللي كان قدام دنيا عبد العزيز اللي هو التركي. انا انبهرت بالممثله دي راندا ما شفتش ممثلة واخدة جنب في الاستوديو وأول واحدة تيجي وقاعدة مشغولة بكل شيء في المشاهد اللي هتصور مشغولة فيها أدت دور الفلسطينية ببراعة. اتكلمت عن مسلسل أنا وهؤلاء كان أول لقاء بيني وبين داليا مصطفى. رأيي انها كوميديانه خطيره بس للاسف انا ما بشوفهمش بيلعبوا كوميدي يعني مش ضروري الكوميدي يبقى هلس يعني الكوميدي اللي هو داخل الموضوع. داليا مصطفى لعبت دور في انا وهؤلاء مركب دور مركب ونجحت وانا ارتحت جدا في الشغل معاها وكنت مستمتع بالشغل معاها. هبه مجدي اول لما جت تشتغل في انا وهؤلاء البنت اللي حبت الراجل الكبير البطل وهبه مجدي كانت اول تجربه ليها انا كنت بشوفها برضه فنانه مجتهده. اللي بيفرحني اكتر وبيبسطني اكتر لما بشوفهم في اعمال تانيه برايه بيبقوا عظماء ده انا شيء بفخر بيه. ندى بالالف ندى موسى خواتتني ندى موسى لازم الالف ندى موسى كانت في مشكلة نفسية وأزمة نفسية وأنا ما أعرفهاش. وبالمصادفة كلمتني وقابلتني قالت لي أنا عايزة أعتزل. قلت لها بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما شفتكيش أصلاً أنت عملتي إيه؟ فقالت لي أنا مش طايقة ومكتئبة ومش عارفة أشتغل مش عارفة أعمل إيه؟ الحقيقة فهمت الحالة اللي هي فيها وجت وانضمت للقافلة واشتغلت في مسلسل ونيس دور عظيم وكان عندها مشكلة هي عارفاها حلتها في الأعمال اللي اشتغلتها برايا وبتابعها لغايه دلوقتي
يعني عملت ادوار هايله وهي فاهمه بتعمل ايه. اخيرا بنت الغالي، بنت الغالي وفاء صادق. من كذا مسلسل اتقدم في التلفزيون وكنت بفكر ازاي استغلها، فجت تشتغل في مسلسل رجل غني فقير جدا ومطلوب انها تطلع بشكلين، حاجه فظيعه. انا بقول برضه دي كوميديانه، كوميديانه هايله من معرفتي بيها في العمل في الاستوديو. وعملت في ونيس كان مساله صعبه انها تتحط مش مكان شعب مصر، لا اتحطت في المحرك جايز بوصل سعود مصر، كانت طلع اختها اللي كانت في امريكا. وفاء صادق انا بقول لها سلمي نفسك عشان هتعملي شغل كويس قوي ككوميديان. انا مسلمه يا استاذ. كل مع العذاب استحملت كل حته في جسمي، اكويه حروقة بالنار. انت اتلخبطت فينا عشان سماهر لابسه لبسي؟ انت بتضحكي؟ بتضحكي يا جواهر؟ وانت مش تهببي تنطقي؟ هو انت كنت اديتني فرصة؟ وانت لابسه لبس اختي جواهر ليه؟ عشان ابقى حشمة زيها، رغم اني ارفق وقرفت كل حاجة من عينيك دلوقتي، لكن انا نفسي اسمعها منك تكلم حافظ. برنسيس مارجريت أنا عايزك. أنا كمان. تديني 100 جنيه. لو معكيش دلوقتي ممكن أي وقت تاني. ساعتها بقى مش هكون سيت. لأ يا أمي، لأ، لأ، أنا مش عايزة أوريك الوش التاني. يلا خلص، اكتب. أكتب؟ أكتب إيه؟ بقالك شهر عمال تمليني وأنا أكتب والراجل ميت. واهم حاجه البراكتس. وات براكتس؟ طيب براكتس. براكتس هو براكتس. حاضر استاذ، حاضر استاذ حمدي. اشعار واغاني اخطفها، انا ما عنديش اغاني بس على الله كنت كتبتها. انا كتبتها يا استاذ بكل التصورات الممكنه، ناس وعاميه وفصحى، اختار رايك. ايه اتولدت وتربيت فيه؟ ما انا مش جاي اسمع ذكريات، انا عايز احسن موضوع بيني وبينك حافظ. ما بقاش في حاجه خلاص، مش عارف انزل اتوبيس. بطل استهبال بقى، بطل استهبال، بطل استهبال. انا فاهمك. تعالى يا يوسف، تعالى. انت مش حافظ بس ما انتش عارف الجمله. يلا يا حد يجيب له 100 جنيه ولا حاجه يا اخوانا فوق بيه. فقدنا شهداء كتير. السفاح أعدم 32 من خيرة المثقفين، أدباء وصحفيين وسياسيين، معظمهم كانوا مشتركين بالمؤتمر العربي الأول بباريس. وطبعا برضو كان وراها الحركة الصهيونية. بكرهك. أنت هتعمل كأنك خطيبي، هتاخدني وتوديني المكتب عمران بيه مرتين ثلاثة كده عشان يعني ما يفكرش في اي حاجه من ناحيتي. ايوه بس انا هلبس الدبله دي، اللي حواليها هيقولوا ايه؟ البسها وانت جاي لي بس، زي حركات الرجاله. كلكوا زي بعض، كلكوا زي بعض. انا في كلبه وقطه جت اتمسحت فيك وقعدت عند رجليك، هطبطب عليها ويمكن ما تبقاش محتاجه منك اكتر من كده. وانا ما ضربتكيش بس جرحتني. انا محروس. والله من ايه؟ انا كده اسمي محروس بيه. وانا روعه. ازاي يعني؟ انا والله روعه. والله لما تحلفي لي على الميه تجمد. اسمي روعه حسني. وانا محسوبك الزميل حسين فهمي. انا ما قلتلكش اني سعاد حسني ولا حتى ماري منيب. طب انا مكسوفه من نفسي، حاسه اني اتعريت قدامك عشان قلتلك بحبك. انت بتهرب انك تواجهني ليه؟ القصر ده لو رجعته هيبقى فيه ولادك وامهاتهم، انا ماليش مكان فيه. انا بخلص اليومين دول اخر مشاهد في المسلسل،
يلا يا استاذ لطفي احنا هنهرج هنهزر. حاضر يا استاذ. جاي اهو. جاهز. ده انا من سنين طويله ما حسيتش بانوثتي كده. ربنا يخليك بجد بجد. انا لما لقيتك حطيتهولي مفاجاه كده على السرير لما صحيت قلت البسه بقى عشان اقوله لك عليا بالمره. طيب انا مش قادر استحمل. والله ايه؟ طبعا مش قادر استحمل الموقف النبيل اللي احنا فيه. اسكت اسكت. انا مش قادر استحمل الهوى الفاسد اللي في المكتب. يا سكت انا همشي. امشي. اوعى. فاكر لما قلت لك اني بحب الدكتور بتاعي؟ ما يهزت عليك ونيس. انا بحبك انت. تتجوزني؟ المنتج محمد عمارة ويتسلم التكريم نجله محمد. المنتج الفني عمرو السيد.
مش هاخدها من حد. والمسرح والدراما التلفزيونية اللي ابتدت نتائجها تبان بوضوح. طبعا في ظل الظروف اللي سادت البلاد وفي ظل حالة السيولة المجتمعية والتحولات الحادة السريعة، كان المشهد الثقافي والفنون على وجه التحديد أكثر الحاجات المهددة بالغياب عن المشهد نهائيا، فالفن أصبح حرام رسمي. وبدأت المحاولات الممنهجة لطمس الهوية المصرية، ولأن الفنانين والمثقفين هم حملة مشاعر التنوير وضمير الوطن وصوت الأمة، كل الفنانين والمثقفين ما غابوش عن المشهد العام وكان لهم حضور طاغي ومؤثر. اللي بدأ باعتصامهم بوزارة الثقافة واللي انتهى بثورة 30 يونيو اللي كانت طوق النجاة لمصر. الحقيقة كانت أزمة، وأزمة كبيرة ابتداء من 2011، بس كان في المسلسلين بتوعي اللي هم ونيس وأيامه ونيس والعباد وأحوال البلاد، لدرجة أن ونيس والعباد وأحوال البلاد اتعرض 28 فبراير بعد التناحي، يعني شايف الإرهاصة اللي جاية مسألة ثورات الربيع العربي. المسلسل اتقدم في التلفزيون المصري وكان إنتاج التلفزيون المصري، وقدمت كمان بعد كده 3 مسرحيات هنا في المسرح ده في مدينة سومبل اللي كان حلمي من سنة 94 ان انا اعمل مدينة ثقافية بمتحف ومسرح واستوديو. قدمت 3 مسرحيات، غزل البنات وخيبتنا ومسرحية انا والنحلة والدبوش. دعني لا ما اعرف تعمل ايه وكتاب الله ما اعرف نسيت. طب قول حاجة. انت قلتي بتحبي مين؟ بحب اكبر. امال انت كنت فاهم ايه؟ وايه الكلام اللي انا سمعته منك ده؟ شايف نفسك متمكن من اللغة العربية؟ طليع في اللغة العربية؟ صرف ونحو بلاغة؟ سعادة الباشا. نعم. قبل ما امشي عندي كلمتين. اول حاجة بينك وبين رئيس الوزارة خطوة واحدة. تاني حاجة انك انت تبقى رئيس الوزارة قصاد ما انا ابقى عريس ليلى. والنبي ومن نبى النبي نبي اللي اكلتوا لك يا انور وز وز تدفعوا لك. مش ده اللي حبيته واتجوزته؟ مش ده اللي كان بيقول لي بحبك 20 مرة في اليوم؟ فصلت له التصميم الزفت اللي هو عامله في فستان كارمن 7 مرات وبرضه مش عاجبه. في فستان رقبته وسع الوز. وطي صوتك يا راضي، اعمل معروف، الكاميرات مفتوحه ما توديناش في داهيه. انا ما يهمنيش ده كاميرات ولا ميكروفونات، انا شد الفيشه وانا خارج. دلوقتي هم عايشين في عصر انتشر فيه فيروس اللا اخلاق، وقود الامه دي هم اولادنا وحفادنا. ربنا يخليك لينا، اجعلك فيروس تسيب كل اللي حواليك بأخلاقك وقيمك. أنا مش عايزاكم تزعلوا ولا تلملوا في مدرستكم، أنا كويسة. لسه الدنيا أتبسط وأعيش حياتي وأخرج مع صحابي، وأنت تعمل كل حاجة بتالي. أنت يا بيبي. ولا عايز عسل مني. انا معكم برنامج صراع الحشرات القذره. مش كفايه انت في دبرت عامله فيا طلبات ومساوير واوامر ما تنتهيش؟ ايه في ايه يا جدعان؟ ايه ده، دي بتتكلم. ما بس كل حاجه هتبوظ مره واحده. انت دمرت اسره لحالها. واقف على رجليا في المطبخ طول الليل والنهار استني كلمة حلوة على السفرة دي كمان ما لقاهاش.
اعتراض بدون تعب. ده اعلان اعلان. وكيف تتعاطاها؟ الله يا رايقه. وفي الاخر تيجي الموعظه. الحقيني بيها. احذر المخدرات هتموتك من ضحك طبعا. ناس يشموا فيروس يبقوا عرب. طب ما احنا عرب من غير ما نشم. وسابوك لوحدك ياه عالتجني، وحشني وطني، وحشني وطني. نخس عليك يا دكتور، هو انا برضو ممكن اتجوز في السن ده؟ الدور مش بالكم، الدور بالاحضان. يا وجع القلب عسوريا، الكل اللي عم بيدمر فيها، بس راح تضل قوي رغم انها صارت ملعب لاكثر من 16 فريق. دي مراتي سيدة البيت الابيض. ما تقلقش، وانا مراتي سيدة البيت الاسم. انا يا دوب قلت اسم عيلته راحت. عن فايق عزب الراحل هذا العام اللي هو كان صديق حميم ولعب معظم برضو أعمالي. أنا بكرمه النهاردة لكل الأعمال اللي عملها معايا، أيمن فتيحة، مصطفى شوهير اللي كتب في البداية مفيش مشكلة خالص مع الدكتور محمد فتحي اللي كان ليه مجهود كبير في إخراج هذا البرنامج 22 حلقة. والحقيقة كمان استمر شغلهم معايا، أيمن فتيحة ألف مسرحية النحلة والدبور آخر مسرحية، الشاعر عبد الله حسن اللي أرسى جزء من مفيش مشكلة خالص، فكل حلقة كان فيه جزء ناقش المشكلة بس بالشعر عشان نخلي الناس تسمع الشعر بأشكاله المختلفة. محمد الغرباوي مهندس الديكور رافقني في الحتة من أول الزيارة لغاية آخر ثلاث مسرحيات بنعملهم النهارده. عاطف صبحي المايسترو اللي لحن أغاني لمسرحية غزل البنات وخيبتنا أنا والنحلة والدبور، والحقيقة كمان عمل معايا مسلسل الرجل الغني فقير جدا. النجم الكبير ممثل كبير عبد الرحيم حسن اللي بدأ معايا من أول فريق الأجواد، مكنتش أعرفه فقابلته فريقه، هو ده اللي هيعمل حازف باشا، عمل أربع حلقات بس في المسلسل ولكن عمل رد فعل هايل. سماح السعيد، سماح السعيد اللي كان ليها اعمال كتير قبل ما تتضم للفرقه وللمجموعه، انضم من اول مسلسل ونيس وايام ونيس والعباد، واشتغلت كمان في 22 حلقه برنامج مفيش مشكله خالص. على فكره هي دخلت هنا الفرقه، عملت دراسات عليا وساعدناها عشان تعمل الماجستير، والسنه دي من شهر وشهر ونص نالت الدكتوراه وعملت دكتوراه الشهر. ندى ماهر بنت جميله جات لي علشان تغني في الاستوديو الممثل، يعني صوتها رائع في امكانيات عاليه وكمان ممثله جديده رغم انها ممطيره يعني خريجه معهد سينما، انما عملت بطوله غزل البنات ونجحت جدا واكدت نجوميتها ديت في خيبتنا. اركان فؤاد العبقري ابدا، بس انا اقنعته انه يمثل في لعبه الست وفي كارمن الحقيقه، واشتغل معايا كمان في غزل البنات. اركان فؤاد فنان حقيقي فعلا محتاج رعايه علشان لسه عنده اللي يقدمه. حازم القاضي دخل الفرقه برضه وهو طالب لسه في المعهد، دلوقتي بقى معيد في المعهد، حاجه تشرف، وبيعمل مسرحيه غزل البنات وعمل خيبتنا، بس كان بطل قدام سماح السعيد بطوله مطلقه يعني في مسرحيه انا والنحله والدبور. عبير فاروق تلمستي من زمان. عبير فاروق بدات في ماما امريكا وهي راقصه باليه، انما دخلت مجال التمثيل واشتغلت واشتغلت على نفسها كويس قوي واتدربت كويس قوي، واشتغلت في مسلسلات ونيس في ماما امريكا، واشتغلت في غزل البنات وفي خيبتنا. مرنا
منى نتيجة اكتشاف دخلت هنا تمتحن عشان تغني وصوتها رائع الحقيقة ونجحت. بس احنا في استوديو الممثل بندرب الممثل سواء ممثل او موسيقي او مطرب او حتى بيشتغل في حرفية مسرح لازم كلهم يدرسوا كل حاجة. فميرنا كنت شايف فيها كوميديانة هايلة وفعلا عملت دور هايل في خيبتنا وعملت دور عظيم في النحل والدبور. لا مش هعرف اتكلم. هتكلم عن الطامة. سميرة عبد العزيز. الحاجات اللي انا بتمنها قوي جت هنا مصر كنت شفتها بقالي مده فجت المصر عشان تتفرج على مسرحيه غزل البنات فقلت لهم عايز اقدم محمد صبحي فدخلوها الاوضه عندي قالت لي انا زعلانه منك. قلت لها ليه يا سميرة؟ في ايه؟ قالت لي كل العمر ده كله وما تشغلنيش معاك عايز اشتغل في مسرحك ان فنانه كبيره يا سميرة عبد العزيز. فبيبقى عنصر رئيسي واساسي في فرقتي ده شيء شرفني عشان كده انا بكرمها النهارده. جمال صبحي ده مدير كل استوديو الممثل جمال عبد الناصر الاعلامي اللي هو تابعني في رحلتي بقيت شاب مجتهد تابعني في رحلتي بيقول اراءه وبعد كده مسك اداره هذه الاحتفاليه فانا بحييه واشكره والمجموعه اللي معاه اللي قامت بهذه الاحتفاليه حقيقه شباب يفرح. احمد اسماعيل المخرج الصحفي اللي صمم الدعوه ولوجو الاحتفاليه. اسلام فاروق مصور فوتوغرافيا. المجموعه الجميله دعاء فوده ومنال الجيوشي وبوسي محمود بحييهم. حسن صالح مدير خشبه مسرح من ايام محمود العربي منتير وسيد حسن منفذ ديكور وابراهيم سرار تشغيل اضاءه. طلعت وديع مهندس صوت. الفنان الراحل باقي عزب ويتسلم التكريم نجلوه Thank you.
والآن كل هؤلاء العظماء لازم أنحني لهم النهاردة. كان نفسي أكرمهم، ولكن الحقيقة كل واحد كان ليه عذر مختلف، ومنهم اللي ما قدرناش نوصل لأحد أقاربه علشان ييجوا يحضروا الاحتفالية ويقفوا قدامي وأقول لهم شكراً وكرم. الآن في شخصية مكرمة النهاردة لازم أتكلم عنها. شخصية عرفت طريق النجاح فانتهجته طريقاً، الدكتور حسن راتب. رحلة نجاح بدأت منذ مرحلة مبكرة تفجرت خلالها طاقات الريادة. مصنع كرافت لأكياس الأسمنت، شبكة تلفزيون المحور الفضائية، جامعة سيناء. جامعة سيناء فرع القنطرة، جامعة العاصمة الدولية، جولف الأقصر، شركة سما القاهرة، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية. أشرف على عدة رسائل دكتوراه وناقش العديد منها في مختلف الجامعات المصرية. يولي الدكتور حسن راتب جزءاً كبيراً من وقته لمناقشة أبرز وأهم القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، فأقام ما يزيد عن 100 صالون ثقافي بعنوان صالون المحور. شخصيات في حياتي. كذلك أضاف للمكتبة العربية إصدارات عبرت عن شغفه بمنطقة سيناء التي حمل في وجدانه همومها وانشغل عقله بمستقبلها، وأخرج مؤلفات في حب تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، وكلل أعماله هذه كلها بإضفاء قيم مضافة لها، وقدم للخير ثلث ثروته لمؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار. طريق نجاح ازدانت جنباته بالسروح الشامخة، سروح تمثل إشارات بارزة على الطريق تشير إلى شخصية الدكتور حسن راتب. من زمان فترة، بس أنا قالوا علي مجنون لما جيت الصحراء هنا سنة 94، عشان أيام ما كانت طريق الصحراء ده طريق واحد يعني، عشان أعمل مدينة فنون وثقافة. إنما أنا قلت عليه مجنون فعلا، رجل أعمال مهما كان معاه فلوس إنه يروح ممكن في أي حتة في مصر يعني يعمل جامعة ويعمل مصنع أسمنت ويعمل كل حاجة، إنما أن يذهب إلى سيناء في الوقت الصعب ويدخل سيناء وينشئ فيها مصنع الأسمنت وينشئ فيها جامعة. أنا رحتها وزرتها أكثر من مرة، من أرقى الجامعات الموجودة في مصر، وأنا اندهشت وانبهرت بالمعامل وبالمدرجات، شيء مبهر. وكمان السكن معمول قرية سياحية، مين اللي بيدرس فيها؟ نسبة كبيرة من أبناء البدو بسيناء، كمان إيه؟ يعني من غير مصاريف خالص، ويدفعوا مصاريف. طلع أجيال موجودة في سيناء دلوقتي مشرفة، أبناء البدو يستطيعوا إنهم يحمونا من أشياء كتير. دكتور حسن راتب زي ما اتقال إن هو تلت ثروته مديها للخير، ده قدامي، وبصراحة أنا شايف أن هذا الرجل قدم الكثير وفي إمكانه أن يقدم الكثير، بس يعطى المفتاح علشان يعمل ده، إنه يعمل جامعتين ويعمل كمان قناة فضائية، المحور قناة فعلا زي ما تسمت الأسرة المصرية والعربية. أنا بشكره، وبشكره كمان على إنه أصبح يعني بما إننا إحنا دماغ واحدة، يعني أن يكون شريكا معي في إنشاء أكبر أكاديمية الفنون في مدينة سيناء. الحقيقة
أكاديمية هتبقى من مدارس مختلفة في العالم، مش شرط يبقوا معلمين من مصر. أنا بكرم الدكتور حسن رادي. بس عايز اكرم شخص شكل وجداني وانا طفل لغايه لما اتخرجت على مسرح القومي، عم نعمان. حاولنا ندور على توثيق او ورقه او صوره او حد من اهله، لان هذا الرجل خرج كان كل اللي بيمتحنه في التخرج كان على مسرح القومي، لدرجة ان انا كان زي ما شاف في الصور كنت بركب بيركبني فيسبا، يعني ان هو ابويا كان بيشتغل في شباك التذاكر، انما لما جيت اتخرج بقى ينده لي وهو عجوز قوي يقول لي يا ابني لا هملت مش كده. فكان هيغرقني يعني، قال لي حاجات كتير بس هو حابب ان يقول رايه، انا كان نفسي اكرمه الحقيقه اوصل لها. الان مع القامه الكبيره اللي كان لازم اكرمها اخر لحظه لما كان تخرج فرق الباليه والموسيقى العربيه والاوركسترا السيمفوني من قاعه دار الاوبرا للشوارع، لما كان في اعتصام الفنانين واقفين بشراسه علشان الوطن ما يتسرقش. الحقيقه الفن اعلن عن نفسه، واللي بيدير دار الاوبرا صديقتنا وحبيبتنا الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الباقي. هي فنانة ولكن هي إنسانة أقول عليها يعني مدرسة إدارة، أدارت الأوبرا سنين طويلة حتى في عز الظلام، كنت بروح أزورها وبشوف الشيء المدهش اللي بيحصل في الأوبرا، رغم ان احنا كلنا قرفانين وملناش نفس نشتغل ونعمل حاجه، هي كانت بتعمل ليالي قويه جدا في الاوبرا. ناس عبد الدايم حبت دار الاوبرا، ناس عبد الدايم حبت اداره دار الاوبرا واداره فنونها. يكفينا فخرا ان اول امراه تكون وزيره الثقافه الدكتوره ايناس. لا يمكن ما انحنيش ليهم واكرمهم. طرف منهم اشتغلت معاه زمان حاجات صغيره، انما هو قائد مسيره حقيقيه للحفاظ على الاعلام ودور الفن. والطرف الاخر كان نفسي اشتغل معاه، كان نفسي ووعدني انه هيشتغل معايا السنه دي. الفنان القدير عميدة المسرح العربي الفنانة سميحة.
الدين أبو جريمة. الشخصية الثانية المماطل، وأقول مماطل لأنه حاول كتير وبيحاول إن بس حد يسمعه ويفهمه إن هو في إيده حاجات كتير بالنسبة سواء للرؤية الإعلامية والرؤية الفنية والقنوات والدراما التلفزيونية، لأنه كان أحد عباقرة العصر اللي اتربينا عليه ابتداء من أواخر يعني أواخر الستينات أو نص الستينات لغاية النهاردة. أنا بكرم الأستاذ الصديق العزيز المخرج الكبير محمد صالح. الفنانين والمبدعين والأدباء والمفكرين في المئة عام الماضية لن نعوضها، ومن يحيا اليوم من المبدعين هم ثروة الوطن يجب الحفاظ عليهم، لأن برحيلهم ستجرف الثقافة والفنون ونحن لن نستسلم لذلك. اسمحوا لي أن أعلن أمامكم اليوم عن تأسيس الشركة المصرية للفنون، شركة مساهمة مصرية بأموال الفنانين. هذه الشركة باسم سنوحي رمز الوطنية والصحافة. هيبقى ليها مركز إعلامي وحصري، قناة فضائية للأعمال الفنية اللي هتقدمها، وهتوصل لكل العالم، هتنتج في السنة 3 أفلام وثلاث مسلسلات وثلاث مسرحيات. أهدافها تأكيد الهوية المصرية والحفاظ على التراث، تقديم فن يبني الإنسان ويسمو بالوجدان ويرتقي بالسلوك ويهتم بالوعي. الشركة تضم كل المبدعين والفنانين والفنيين والعمال. هدفنا الأساسي لن تجلس في بيتك بعد اليوم. رسالة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم كل المبدعين والفنانين: نحن نعشق تراب هذا الوطن ونثمن إخلاصك وعطائك وصدقك له، ونثمن إنجازاتك العظيمة التي لم يحدث مثلها في عقود سابقة، ولكننا نطالبك بإنجاز يضاف إلى مسيرتك وهو إنقاذ الثقافة والفن والفكر واستعادة وأن نؤمن جميعاً
أن الفنان والمبدع والمفكر والأديب هم أصلح لهذا الأمر، ونحن خلفك بالفن سنبني إنسان الذي سيبني معك الوطن. وإلى مبدعين مصر، من فضلكم حافظوا على اللي باقي فيكم حلمكم، من فضلكم. حافظوا على اللي باقي فيكم حلمكم، من فضلكم بصوا على الصورة الحقيقة واحكموا بنفسكم. قبل ما الأيام دي تنطق حكمها، ما تضيعوش بإيديكوا كل اللي اتبنى. ناس بنينا على أساسهم مشيوا رافعين بينا راسهم، حببونا في كل شيء. سابوا ضحكة وسابوا دمعة، سابوا قصة وكانوا شمعة نورت لينا الطريق. كل أمانينا الجميلة في رحلة مهما كانت طويلة، نقطة في بحر السنين. في قلوب مهما تبعد لسه في قلوبنا بتسعد مهما بعدوا قريبين. يلي موجودين معانا كنا على قد الأمانة، وجات لحد عندكم حافظوا صونوا أمنياتكوا، لونوا الدنيا في أملكوا، وابدأوا من فضلكم. من فضلكم حافظوا على اللي باقي فيكم حلمكم، من فضلكم بصوا على الصورة الحقيقة واحكموا بنفسكم. لو وقعت انهض وعافر، اتهزم اياك تسلم، خلي نورك فيك يسافر، خرج وبراك وعلم. اللي شافك في انكسارك علمه يتفادى غلطك، واللي شافك في انتصارك علمه يوم يبقى زيك. مد ايدك خد بيده، اسنده واسند عليه، اوعد بخلب النصيحة، اوعد تكبر عليه. انت يا صاحب الرسالة قول تعالى، ده اللي فاضل يا فاضل هو امتك وسط ناسك احساسك. القيم اللي بيها بننتصر، والثقافة اللي بدونها بننكسر. هو ده معنى الوطن، هو ده سر الحياة، فن بينور طريق، تعالى بيه وتعالى معاه، يفتح أبواب، ينهي الإرهاب، يبني إنسان، يبني الأوطان، وتعيش يا مصر في كل زمان وفي كل مكان. احنا بنختم 2020 وبنبدأ سنة جديدة، لازم يكون معانا اللي يعني بيحتوينا كلنا في قناة المحور، اللي بيدينا الثقة الكاملة وفتح أبواب المحور كلها لكل إعلامي يبدع علشان يصل للجمهور رسالة حب ورسالة فن وإعلام وثقافة. معايا الدكتور حسن راتب، سعيدة إن أنا بختم 2020 وببدأ معاك سنة جديدة، إن شاء الله تكون سنة حلوة على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي، إن المحور تكون هي دايما قناة الأسرة، القناة اللي ليها قيمة وقامة في كل بيت مصري. يا رب على مصر كلها، يا رب على كل الناس، يا رب نرفع كل الغمة عن الأمة، بالذات الجائحة بتاعت كورونا. يا رب إن شاء الله السنة اللي جاية
نستقبلها بكل سعادة وخير وأمل واستشراف لمستقبل جميل لأولادنا ولأحفادنا والمصر الغالية. النهاردة احنا بنختم السنة باحتفالية جديدة ومهمة ومحدش عملها قبل كده، ولكن دايما محمد صبحي بيبدع وبيفكر برا الصندوق، بيقدم لنا حاجات جديدة حلوة، زي كمان كانت الشراكة بينكم اللي جينا هنا في المكان ده واتكلمنا عنها، الأكاديمية التعليمية الجديدة اللي كان هتتم بين دكتور حسن والفنان محمد صبحي. النهاردة المسيرة الخمسين، وكل واحد أثر فيه أو كل واحد كان ليه دور في المسيرة ديت بيكرم النهاردة، ودكتور حسن من المكرمين النهاردة. محمد فنان كبير، فنان ليه رسالة، ورسالته الفنية تبدع ذاته، وبعدين قيمة النهاردة أنها بتحمل أكثر من رمزية. الرمزية الأولى أنه بيكرم كل اللي اشتغلوا معاه على مدى 50 سنة، مش بس 50 سنة اللي بيشتغلوا معاه، بيحكي قصة تاريخ أمة وتاريخ فن في أمة أهم من وجودها الثقافة. ثقافة جزء منها كبير قوي الثقافة السمعية والثقافة البصرية، والثقافة البصرية رؤية الجمال والعين المثقفة التي ترى الإبداع والإبداع كله في الفن. الثقافة السمعية الموسيقى اللي بتشن في الأذان والمفردات اللي ممكن تشن في الأذان، المسرحيات، الأفلام، الموسيقى، الغناء، كل الإبداعات الفنية هي ملكات بتبدع ذاتها. أنا بعتقد أن النهاردة محمد صبحي بهذه الرمزية بيوجد للفن القيمة الحقيقية وبيعيد للفن المصري الريادة دائما كما كانت وستظل. أكيد القيمة في محمد الحقيقة أنه صاحب رسالة حقيقية ودائما حاجاته هادفة. فاكرة ماما أمريكا؟ طبعا. كان بيحكي كل اللي احنا عايشين فيه. فاكرة يعني كل مسرحياته ونيس الأسرة المصرية وده رب أجيال. يعني في المسلسل ده حتى الجوكر أسعد بها ملايين يعني كل فالحقيقة محمد حالة فنية، ولذلك نحن نحاول أن نخلد هذه الذكرى ونخلد هذا الاسم الكبير في الفن بالأكاديمية الكبيرة اللي حضرتك قلتي عليها في الأول دي، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية هتيجي هتلاقي إنشاءات تانية وموضوع تاني، وبإذن الله هتكون يعني حاجة بتخلد الفن في مصر وبتعيد صياغة الريادة لاكتشاف مبدعين جداد في مختلف المجالات، مش بس في الغناء ومش بس في لا حتى ما وراء الكاميرا الديكور. يعني هنعمل أكاديمية، وهتكون الأكاديمية دي الميزة اللي فيها انها هتكون مع أعظم جامعة في أمريكا. يعني طبعا ده سبق جميل وشيء حلو، وأنا دايما بقول أنه بيفكر دايما برا الصندوق، وأنت دايما بتحتوي الثقافة وعينك على الناحية الثقافية في المشوار بتاعك، وده اللي أنا بحبه، أن بس مش اهتمامك كرجل أعمال، ولكن أنت فاهم أن الدنيا لازم يبقى فيها الثقافة والفن، دول غذاء الروح. الجدوى دائما هي الغالبة في أي مشروع. صحيح الجدوى مهمة، لكن القيمة أهم بكتير جدا جدا، وأنا بعتقد أن الثقافة من أعلى القيم اللي موجودة، اللي بتشكل ملامح الأمة وبتشكل ملامح الإنسان الواعي اللي ممكن يخدم بلده. أمنياتك في 21 بقى نقفل بيها؟ بتمنى حالة استقرار في مصر، بتمنى الجائحة تذهب وتروح، بتمنى التقدم والرقي في ظل قيادة الحمد لله قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل أيضا يعني استشراف لمستقبل كبير قوي، إعادة العلاقة المختلة بين المكان والسكان. النهاردة شايفين التنمية اللي بتبدأ الحمد لله. سعيدة بوجودي معاك، كل سنة وانت طيب وتكريم جميل، وعايزين نعمل احتفالية زي دي لمشوار الخمسين برضو. مشوار العشرين بتوعنا، المشوار الخمسين بتوعنا هنعمل إن شاء الله السنة دي 20 سنة محور إن شاء الله، لازم هيكون حاجة كبيرة إن شاء الله. وأما مشوار الخمسين سنة بتاعت المجموعة الاقتصادية بتاعتنا فده إن شاء الله برضو يكون حاجة كبيرة إن شاء الله. بشكرك جدا، كل سنة وانت طيب. شكرا وانت بسرعة السلام. أشكر محمد صبحي من كل قلبي إنه خلاني النهاردة أشوف ناس غالية عليا قوي،
وهي غالية عليا قوي وليها دور كبير جدا في حياتي، ولو أنا عملت الاحتفالية بخمسين سنة هي أول واحدة هتكون على رأس الاحتفالية، لأن هي كان ليها دور إنها تفتح لي كل أبواب الـ ART بدون أي قيود وبدون أي شروط علشان أشتغل وأنجح والناس تعرفني النهاردة وأكون قاعدة قدامها بحاورها، مش هي بس ولكن العظيم اللي ما فيش حد في الوطن العربي ما بيحبوش، الإنسان اللي عمل خير في كل مكان وكل بيت في الوطن العربي في واجب هو عمله وقدمه، كان ليه القنوات اللي موجودة دي كلها، العاملين في القنوات اللي موجودة دي كلها اتعلمت في بيته وفي مدرسته وفي قنواته، وكان أب حنون للجميع. النهاردة محمد صبحي بيكرمه، وده يعني محمد صبحي عشان بيفهم وعارف قيمة الشيخ صالح كامل وعارف قيمة هذا الرجل المعلم والأب والأستاذ، فهو من أوائل الناس اللي هتكرم النهاردة في مشوار محمد صبحي، لأن زي ما قلت الشيخ صالح كامل مؤثر في كل إنسان موجود في المجال الإعلامي والفني. معايا النهاردة الأستاذة العظيمة الغالية الفنانة صفاء أبو السعود وقلبي دي بقى القلب الصغير دي قلبي نادير صالح كامل اللي منوراني النهاردة، سعيدة بيكم، ويعني بابا سايب ثروة كبيرة جدا ليك حب الناس. الحمد لله. النهاردة تكريم محمد صبحي للشيخ صالح كامل شايفاه ازاي؟ أنا شايفاه وفاء أولا من صبحي. يعني الفنان صبحي راجل عنده وفاء وعنده عطاء وإنسان صاحب مبادئ وقيم، ولقى نفسه مع الشيخ صالح لأنه هما فيهم الحتة دي هما الاثنين. وبعدين أنا شايفة دي حاجة جميلة جدا، وأول شخص أو فنان يعمل لنفسه الاحتفالية بتاعت المسيرة بتاعته، هو يستاهل أكتر من كده برضو الفنان محمد صبحي. وعقبال يا رب 100 سنة مش 50 سنة ونيجي نحتفل برضو بوسي معاه وكل حاجة. أكيد أكيد طبعا إن شاء الله. وعايزين برضو احتفالية ليكي كده برضو، أنت برضو أنت مسيرتك مهمة جدا، أنت مسيرتك كبيرة ومهمة يعني فيها حاجات، ولازم تعمل لنا احتفالية كده بالمشوار الحلو الإعلامي والفني والإنساني كمان. إن شاء الله إن شاء الله. نادير كتبتي كلمة على الفيسبوك أثرت فيا وفضلت عيط، والكلمة دي معناها كبير جدا، بتكتبها بنت لأب هو فخر ليها وقدوة حلوة ليها. النهاردة وبابا بيتكرم أكيد نفسك تقولي له حاجة وهو هيسمعها، لأن أكيد روحه معاك وحواليك وحاسس بينا دلوقتي، تقولي له إيه؟ فخورة قوي اني بنته، وفخورة انه الحمد لله كنت محظوظة اعيش معاه حتى لو انا مش كبيرة، بس عشت معاه 28 سنة تعلمت فيهم كل حاجة حلوة منه ومن مامي طبعا ربنا أكيد. بس فخورة قوي بي الحمد لله. يعني الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، هل كان في لقاء فني جمع بينها وبين محمد صبحي؟ كان في حاجة في المسرح وكان في عمل تلفزيوني مسلسل. المسرح كان إيه؟ الحقيقة عشان برضو أكون صادقة أنا مش فاكرة قوي المسرحية، بس كنت أفتكر يمكن المسرحية القاهرة في ألف عام. وبالنسبة للمسلسل كان حاجة فيها كلمة جمعة بس أنا مش فاكرة، لأنه كنا لسه متخرجين من المعهد وكنت بشتغل في المسلسل ده معاه. معروف عنك خفة دمك وإن أنت بتحب الفرفشة، ومحمد صبحي نفس الحكاية. كواليسكو كانت إزاي؟ أكيد كلها ضحك وإفيهات وانبساط يعني. طبعا، بس أنا عايزة أقول لك حاجة، الفنان محمد صبحي جاد جدا في شغله بالرغم من خفة دمه، بس هو ما يحبش الدلع في الشغل. في الشغل ساعة الشغل بيبقى واحد هو أركان حرب أركان حرب هو الشخصية وهو الموضوع، ولذلك دايما تلاقي كواليسه منضبطة جدا، ولكن الضحك يبقى في مواعيده. يعني في البريكات في اللي مش عارفة ايه نضحك ونهزر وبتاع، وقت ما يقولوا كاميرا هتدور ما فيش حركة غلط ولا تغلطي ولا تعملي كده ولا كده، يعني هو منضبط ملتزم جدا. يعني حاورتيه في ساعة صفا؟ للأسف
للأسف لا، لأنه كان شغال في ونيس ومش فاضي. إن شاء الله الأيام جاية وترجعي للشاشة وتحاوري زبايلك وفنانين مصر اللي بيحبوكي. وأوعديني إن يكون في بينا لقاء مفتوح نقعد مع بعض وأجي عندكم نتكلم أكتر ونعمل حلقة حلوة لأنك وحشتي الناس. بوسي وحشتينا أنت كمان، وإن شاء الله تكون سنة حلوة عليكم بقى. يا رب عليك ويعني نظير، بتمنى ان انت البيبي الصغير يكون حته من الشيخ صالح كامل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله نورتوني وكل سنه وانتم طيبين. لعبه الست وكارمن غزل البنات مسرحيات في وجداننا، مسرحيات ضحكنا فيهم واسعدونا بيها، فيها غنوه وفيها لحن وفيها فكر، فيها ثقافه، فيها فن، فيها نجوم وفيها مبدعين. وهو من المبدعين اللي موجودين معايا النهارده فنان ليه مشوار كبير وعريق وانا من مستمعيه ومن عشاقه، واركان فؤاد اللي منورني النهارده، وثلاث اعمال مع محمد صبحي في مسيرته. رحله جميله جدا مع راجل عبقري ومبدع ومن القلائل الموجودين بوطننا العربي الفنانين العظماء. هو له الفضل فيه من البدايات الاستاذ صبحي، وكل اللي انا قمت فيه بصراحه كان هو يعني كنت انا متعب معاه جدا، تعبته قوي. ليه؟ والله لا، لما انا ماليش في التمثيل يعني، وانا هو اللي خدني ولا انت وليه خلاك تمثل؟ يعني ليه ما يبقاش غنى اكتر من التمثيل؟ اللي حصل في وقتها كان هو لسه داخل لعبه الست، ولعبه الست في واحد لبناني موجود اللي هو الشابوري بيه. فقال لك نجيب اركان، فجيت وجاب رجلك. مش نجيب اركان، ده جاب رجل اركان. والله. والنهارده بيكرمك، والنهارده بيبعت لك ورده حب على الاعمال الحلوه والمشاركه الحلوه. هو بصراحه احنا كلنا لازم نكرمه هو، لانه هو اللي حط فينا هذا الابداع. هو اللي تعب معانا حتى في الوقت اللي المفروض يتكرم فيه هو بيكرم الناس. مش عايز يتكرم عن 50 سنة، ده هو بيكرم الناس اللي شاركوا نجاح 50 سنة. شوف قمة الأساتذة. في حد عملها قبل؟ لا، هو دايما منفرد. هو في حد مسرحياته زي محمد صبحي؟ بالظبط. هو في حد مسرحه زي محمد صبحي؟ هو ليه مذاق خاص محمد صبحي. الحمد لله. 2021 عايز منها ايه؟ عايزة بقى تمشي بالسلامة بقى. 20 تمشي. عايزة 21. تمشي بالسلامة. 21 تعبنا قوي. دي 20 اللي هتمشي، 21 بقى عايز منها ايه؟ عايز منها بقى نرجع زي ما كنا، مش عايز اكتر من كده. يعني انا مش طالب انه نكون يعني قمة في الموضوع ده، لا انا عايز نرجع زي ما كنا مش اكتر من كده، وقادر ربنا انه يرجعنا زي ما كنا ان شاء الله باذن الله. تعيد على جمهورك بقى وتقول لهم كل سنة وهم طيبين. الكاميرا معاك اهي، تكلم جمهورك. كل سنة وانتم طيبين. انا سعيد جدا اني التقي معكم النهارده ومع هذه المذيعة الجميلة الحلوة اللي النهاردة صادفتني. بقول لها كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا كابتن. وكل سنة وانتم طيبين جميعا، والجمهور كله بخير ان شاء الله. والأول حاجة الشعب المصري الجميل ده ببعت له ألف تحية وألف سلام، وكل الجمهور العربي. عميدة المسرح العربي، أستاذة المسرح العربي، مدرسة المسرح العربي لازم تكون موجودة، لأن هي يعني أنا بقول هي العمود الفقري بتاع أي حد عايز يتعلم مسرح أو يشوف مسرح. سيدة المسرح العربي اللي منوراني النهاردة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. أنت اللي منورانا. أنا بحبك قوي. والدباجة الكبيرة دي اللي قلتيها دي كتيرة قوي. أنا بحبك قوي. احنا حب قديم. والله العظيم انا يعني مش عايزه اقول لك، لما بشوفك قديم. بفرح وبسعد ولما بشوفك كمان وبتفرج على اعمالك ببقى يعني فخوره
ان انا مصريه عليكي وعندي فنانه عظيمه كده. عندنا فنانه بنبقى فخورين بيها. اشكرك يا حبيبتي اشكرك. يعني النهارده مسيره، ويمكن في حاجه مشتركه بيني انا وانتي ومحمد صبحي، ان احنا الثلاثه برج الحوت. أيوة. مش هننسى دي، هنبدا بيها بقى ان احنا بنحب نعمل حاجات جديده ومختلفه وما فيهاش حد احنا اللي بنبتكرها. احنا بنسعد بالابتكار مش بالتقليد. فمحمد صبحي بيبتكر مسيره فنيه 50 سنه، بيكرم الاساتذه اللي اتعلم منهم، بيكرم التلاميذ، بيكرم الزملاء اللي مروا في المسيره دي، وكمان زوجته اللي كان ليها دور معاه في هذه المسيره. الفكره من سيده المسرح العربي لما تقعد تشوفها كده وتسرح فيها تقيمها ازاي؟ يعني ما تخرجش عن صبحي، لان صبحي مبتكر، وصبحي فنان كبير جدا جدا، وصبحي بيؤدي رساله في منتهى الذكاء، يضحكك ويموتك من الضحك، وفي نفس الوقت بيقول معلومات وبيقول سياسة وبيقول نقد وبيقول حضارة وجمال الفن، كل شيء في بوتقة واحدة هو بيديها. فهو ده فعلا الفنان العظيم، ناهيك عن أنه له تلاميذ كتير بيعلمهم. المسرح العظيم ده اللي هو عامله، يعني فنان للنخاع. فصبحي يعني مش هنقدر نتكلم عنه في جزئية، هو مجموعة صبحات في صبحي واحد. في صبحي واحد. برغم ان بيجمعكم الالتزام، بيجمعكم الاحترام، بيجمعكم نوعية من المسرح المشرف والرسالة، الا انكم ما تقابلتوش مع بعض. والله كنا هنتقابل، لكن يعني النص والورثة والمعرفش، يعني في حاجات كده دخلت. لكن هو بيعمل حاجة، لسه بيصيغ حاجة، لما فشلنا في النص اللي الورثة وقفوا فيه. فإن شاء الله هو بيعمل نص جديد إن شاء الله تلتقوا. يعني مش هينفع الله. وبرغم أن أنتم ملتقيتوش، ولكن لا، بس ملتقيين دايما. لكن أعتقد محمد صبحي التقى روحيا بيكي، ان تعلم منك على خشبة المسرح، فهو التلميذ اللي اتعلم من الاستاذة. اعتقد يعني طالما النهاردة تتواجد سيدة المسرح، وطالما انها تكرم النهاردة من محمد صبحي، برغم انها مش في مسيرته الفنية، ولكن هي الاستاذة. الفنان مش بتاع حد، مش في مسيرة حد. الفنان مطلق، فنان بتاع كل الناس، فنان بتاع كل المسيرات، ما فيش حاجة بعينها، ما فيش انتماء بعينه، أهلي وزمالك، ما فيش ده. في كله. يعني وانت بتنهي 2020 وبنقولها باي باي بقى، مرسي على كده. والله أنا ربنا أهداني في آخر 2020 بالتكريم، أهداني بالتكريم، وأهداني بحاجات جميلة جدا مش هقولها، لكن مش هتديني حاجات كتير. مش هتديني سبق؟ هديك. اديني سبق. اديني سبق حلو كده نفرح. لا يعني في حاجات نفسيه يعني اسعدتني أكيد. جدا، فاشكر ربنا عليها. الحمد انه لله. بينهي السنه بالنسبه بيعوضنا. لي بيعوضنا. بيعوضني. انا سعيده ان انا ابدا معاكي السنه الجديده، وانا بحبك جدا. اشكرك جدا يا حبيبتي، انت غاليه على قلبي جدا. انت عايزه اقول لك انك النهارده زي القمر ما شاء الله. والله انت اللي الحلاوه زايده حته. لا 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 لا. ايوه هتقولي لي بعد الهوا. طيب. نورتيني. شكرا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. نسبة عجز البصر كام في المية؟ 99.9. هذه النبتة تنبع عن شجرة البلوط. 10/10 يا ناس. عايز اروح ما تخافش. بس مش هتقدروا ابدا تحرمونا ولا تحرموا اولادنا اننا نجاهد
لاسترداد حقوقنا.